أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج 180 درجة، والتي نستضيف فيها كل من الأستاذ الدكتور عميد كلية العلوم الصحية سابقا والكاتب في جريدة الجريدة الدكتور فيصل الشريفي. مساك الله بالخير دكتور. مساك الله بالخير. حياك الله معنا. وفي المقابل معنا عضو مجلس الأمة السابق السيد عبد اللطيف العميري. مساك الله بالخير وعد الله. مساك الله بالنور. حياك الله معنا. في هذه الحلقة أعزائي المشاهدين سوف يعني نحاول أن نركز أكثر على القضايا المحلية. قد يكون أو قد تكون الأوضاع تتسم بالهدوء خلال الفترة الماضية، هدوء على مستوى النشاط السياسي والكر والفر فيما بين المعارضة والحكومة خلال الفترة الماضية، لكن كانت هناك موجة من حالات التذمر والاستياء من العديد من الخدمات التي تقدمها الدولة، ومن ضمنها على مستوى ملف وزارة التربية ووزارة الصحة وملفات أخرى كثيرة كانت هي موضوع الساعة في وسائل الإعلام المختلفة. نبدأ الليلة في سؤال قد يتبادر إلى ذهن الكثير من المشاهدين حول المتسبب في وضع العراقيل والأزمات التي كانت أو كان يدعي البعض بأنها هي أساس المشكلة. دكتور نبدأ معك، كان هناك اتهام لمجلس الأمة وبشكل أكثر تحديدا بأن المعارضة الأغلبية السابقة ومن كان يعني يتحالف معها بأنها كانت هي السبب في عرقلة التنمية في الكويت ووضع العصا في دواليب الحكومة ومشاريعها. الآن نحن على مشارف سنة ونصف من غياب هذه الكتلة، كتلة المعارضة، عن الوجود داخل مجلس الأمة. ما الذي يعطل مشاريع الدولة ويؤدي بنا إلى هذا الحال السيء؟ بداية، أي نوع من الحراك أو وجود المعارضة والتحجج بوجود المعارضة لا يعفي الحكومة من أداء مهامها، هذا يعني يكون واضح، ونأمل أنها ما تكون هذه الفكرة الأساسية اللي دور حولها هذا الموضوع، لأن إذا تكلمنا عن وجود معارضة وعدم إنجاز معناها نفل البرلمان ونرجع إلى النظام مختلف عن ما هو عليه حاليا. وجود المعارضة لا شك أنه يؤثر سلبا على أداء الحكومة، يمكن كوننا ما تعودنا على تحمل الضغوط السياسية، وأيضا بما أن الفكرة فكرة مجلس الوزراء هي فكرة تضامن، فأكيد يستنفر كل طاقاته في حالة الاستجواب أو في حالة التصعيد على وزير ما، لكن عجلة التنمية يفترض أنها ما ترتبط تماما في الأداء الحكومي، سواء على خطط التنمية أو على البرامج الخدماتية اليومية اللي يعانيها المواطن. أنا أرجو أن يعني نبرئ بدرجة كبيرة ساحة المعارضة أو ساحة أي معارضة حالية مستقبلية من الإنجاز الحكومي. رغم دكتور يعني أنت من المستخدمين لمصطلح التأزيم، يعني في مقالاتك أرى أنك تستخدم مصطلح التأزيم. ما يضر، هذه قضية ثانية الآن، مو بالتنمية. نعم، لكن إحنا نتكلم هي التأزيم هو اللي كان يعطل البلد، هذه التهمة كانت مطروحة ولك استخدام لهذه المفردة. هل تعتقد أن فعلا كان التأزيم أو المعارضة هي السبب في وقف حال البلد أو ما آلت إليه الأمور الآن؟ أنا قلت لك أنا أنفي التهمة عن أي معارضة. من المسؤول هجل؟ أنا أعتقد الحكومة بالدرجة الأولى هي مسؤولة عن برامج التنمية، هي مسؤولة بالدرجة الأولى عن تنفيذ برامجها، هي مسؤولة عن تنفيذ خطة التنمية في الكويت. وشرحت لك الظروف. نعم. بعدنا العقليات بالممارسة الديمقراطية ننجر وراء التأزيم السياسي. نعم، هناك فترات مرت الكويت فيها على الصاعدة والنازلة فيها تأزيم. أنا ما أتكلم عن محاسبة الحكومة على خطة التنمية، بالعكس احنا مؤيدين تماما أي توجه نيابي مهما يكون إذا كانت المحاسبة على الأداء، لكن احنا شفنا استجوابات بعيدة عن العمل المؤسسي، استجوابات بعضها فردية، استجوابات نفسها يعني قد يكون أحيانا طائفي، بعض الاستجوابات تكون يتيمة المحور ويمكن محور ينحل في
في اللقاءات المباشرة، التدرج في الأسئلة البرلمانية. طيب دكتور يعني بسؤال سريع أساسا ننتقل لأبو عبد الوهاب، إحنا ما نبي نعطي المجال أكثر. أبو عبد الوهاب بعد يعني بدائرتي. سؤال سريع، من هو المؤزم إذن؟ لا أنت تتكلم عن تأزيم ولا تتكلم عن خطة، يختلفون. لا هو أنت تستخدم المصطلح. لا 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 ما يخالف. إحنا من هو المؤزم إذا كانت غائب المعارضة؟ أنا في كتاباتي أنتقد الحكومة وأنتقد المعارضة بشكل واضح، والحكومة يمكن أكثر عرضة للنقد من عند بالمقالات اللي اكتبها. انا اعتقد الحكومه جزء لها دور في التأزيم ايضا، اذا تكلم سياسي ما تكلم تنميه، تنميه اللوم على الحكومه. اوكي سياسي نلوم الاثنين الطرفين. طيب بمسارات معينه. وعبد الوهاب يعني هناك من يقول انكم تركتم ارث كبير تتعامل معه الحكومه الحاليه لمعالجه الكثير من الاخطاء، وانها لا زالت في طور يعني معالجه ازمات سابقه حتى تستطيع النهوض والدخول في مشروع التنمية الكبير، كيف ترد على ذلك؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني طبعا احنا مشكلة إذا بنختصر أو نقتصر مشاكلنا في يعني تشكيلة نواب يأتي في يعني وقت معين، يعني خاصة إذا بنطلق مصطلح الأغلبية اللي هما في مجلس 2012 مفضل رقم واحد أربعة أشهر، ما أعتقد إحنا مشاكل الكويت مزمنة، يعني خلينا نقول على الأقل صار لها 50 سنة، خلينا نقول من صار الدستور، فما أعتقد أن هذه المشاكل مجموعة نواب خلال أربعة أشهر هي كانت سببها، وبدليل أنت تفضلت قلت صارنا سنة ونص برا المشهد، شو سوت الحكومة؟ الحكومة ما سوت تعالج مشاكل، ما عالجت طبعا، أزمت أكثر. وإذا أنت تقول من المؤزم، أنا أقول لك مؤزم الحكومة، لأن هي اللي تملك القدرة، هي اللي تملك المال، هي اللي تملك القرار، هي تملك الأداة التنفيذية، ولا في أي معرقل. هذه الحكومة دائما يعني طبع الإنسان أساس يلقي قصورة على الآخر، يلقي قصورة على الآخر، هي مقصرة الحكومة، فدائما وين تلقي باللوم؟ تلقي باللوم على مثلا مجلس الأمة. بس أبو أحمد يعني عنده وجهة نظر يمكن حتى يعني الكثير تقول بأنكم أنتم متساوين في مسألة يعني الأزمة، على الأقل مش على مستوى التنمية، على الشأن السياسي. لا أنت لما يعني يقولك دائما إذا بتقارن بين شخصين لازم يكونوا متساوين في المراكز القانونية. يعني إذا هل المعارضة تملك أنها تنفذ وبيدها مقدرات البلد وبيدها الأموال وبيدها الوزارات وبيدها الموظفين، طيب أم أن المعارضة إذا يعني صح التعبير أنها ما ليسوا لهم سوى أعضاء في مجالس مختلفة يزيدون وينقصون وعندهم أداة اللي هي الرقابة والتشريع فقط، التنفيذ والترمين الحقيقي بيد الحكومة، هذا شيء. الشيء الثاني أنا بعطيك مثال، يعني هل هناك يعني مانع داخل مجلس الأمة أن الحكومة أتي مثلا تبني مستشفيات؟ طيب هل هناك مانع أتي الحكومة تبني مستشفى؟ أو يعني هل قام مجلس الأمة أو عرقل مثلا الجامعة الشدادية؟ طيب أبو عبد الوهاب لك تغريدة، خليك تكمل بس لك تغريدة اليوم أعتقد تقول فيها أن التجاوزات الفساد المالي هو عنوان المرحلة المقبلة، يعني صحيح. أنت تتكلم عن المستقبل، صحيح المرحلة المقبلة بعد أن نجحت السلطة، وهذا بحسب رأيك، في تحجيم وتهميش الرقابة الشعبية بفرض نظام الصوت الواحد والقادم أسوأ. صحيح. ألا زلتم تعارضون الصوت الواحد؟ وأين أنتم من الساحة السياسية؟ طبعاً هو أنتم لا زلتوا تحطون كل المشاكل على الصوت الواحد؟ لا مو لا لا، هو اختزال القضية بصوت الواحد، إحنا لازم نقرأ مشهد كامل. لا. السلطة ليش راحت للصوت الواحد؟ مجلس 2012 كان هذا حدث استثنائي، أول مرة في تاريخ العمل البرلماني من 50 سنة في الكويت تكون الغلبة أو غالبية القرار لنواب الأمة بدون أي صوت للحكومة. قبل الحكومة كانت تعمل توازنات، فبالتالي أخذ القرار الرقابي، صار أي وزير بإمكان النواب بمفردهم يحاسبونه ويشيلونه، كذلك أي قانون كان بالنواب بمفردهم بإمكانه يفرضونه ويقرونه. هذا طبعا ما تقبلت السلطة هذا الشكل من نظام الإدارة في البلد، وتوقعوا أن حتى كان حل المجلس اللي تعودت عليه السلطة، أي مجلس ما عجبت حله لأسباب يعني ما هي موضوعية، مثل موضوع 50 دينار أو استجواب وكذا، كان يحلوا المجلس على أي شيء. تجاوز هذه المرحلة قالوا لو بنحله ممكن ترجع مثل هذه الأغلبيات، إذا راحوا إلى تغيير النظام، حتى عفوا لا ترجع لا تأتي مجموعة أو أغلبية شعبية، القرار يكون بيد الشعب الكويتي مو بيد الحكومة ومن تسيطر عليهم داخل المجلس. أصبح واضح. بس أعزائي المشاهدين نذهب إلى فاصل قصير ونعود إليكم لاستكمال بقية محاور هذه الحلقة.
أهلا بكم أعزائي المشاهدين، نعود لنستكمل بقية محاور هذه الحلقة. دكتور، انتهينا الكلام أبو عبد الوهاب حول الصوت الواحد، كان له تغريدة في هذا الموضوع، وأن يعني المندفعون والمتحمسون لاستقرار الأمور كما يرون في مسألة أن الأمور استقرت والصوت الواحد هو يخدم التنمية ويخدم الكويت من خلال حل مشاكلها، هل ترى فعلا أن هذا الأمر يخدم الصالح العام وأخرجنا من المأزق اللي احنا فيه؟ أنا مع العدالة الانتخابية بالأصل، الأربع أصوات أنا أيضا ضدها، الصوت الواحد ضده، أنا أعتقد أن حق الناخب يفترض أن يعطى كامل غير منقوص. الحين الممارسة على أرض الواقع يمكن ما أرضت الأطراف، أو خلنا نقول حتى ممارسة الأربع أصوات يمكن التجارب اللي مرينا فيها أيضا مو مريحة، يعني حتى للشارع أو خلنا نقول المكونات الاجتماعية الصغيرة. الصوت الواحد لا شك أنه عالج هالجزئية، بس ما عالج الحق العام للمشاركة الكاملة الغير منقوصة. أنا أعتقد على المجلس الحالي أن يتبنى مشروع آخر يخرج الكويت من الأزمة ويحقق أقصى درجات العدالة الانتخابية للناخبين. نعم، الأربع أصوات يمكن في المجلس الأخير المبطل بحكم خلينا نقول تبادل الأصوات أو ترتيبات معينة أخرجت المعارضة أو أخرجت خلينا نقول كفة برلمانية مستقلة ما تحتاج الحكومة في العمل. يمكن هذا الوضع ما تعودنا عليه كشعب ولا كحكومة؟ لا كحكومة، يعني الشعب ما عنده مشكلة، الشعب ينتظر الإنجاز، ما له علاقة منه يطلع منه يفوز منه. يعني احنا نتكلم عن تجربة 25 دائرة كانت تطلع منتج بعض الأحيان أقل من السيء، يعني أكثر من السيء. يعني أنت تأيد كلام أبو عبد الوهاب؟ أنا أأيد المعالجة الجذرية. لا، تأيد جزئية أن فعلا الحكومة لم تستطع التعامل مع أغلبية مستقلة لا تخضع. شوف، يعني أنا وقلتها وكتبتها يمكن أن الأصل الأربع أصوات ما عندنا، يعني يمكن تعودنا عليها وتعطي الحد الأدنى لحق الناخب، لكن الحكومة كانت مقصرة في قضية مثلا الانتخابات الفرعية، عندها قانون يجرم الانتخابات الفرعية، ومع هذا ما امتلك أو ما طبقت خلنا نقول القانون بالشكل الصحيح وأكدت عليه. نحن ما نبي نطلع مجلس مقسم ومفصل لمكونات معينة، أنا النائب نهاية الأمة يمثل الأمة. طيب بس دكتور، أنت كان لك مقال في تاريخ 3 يوليو 2012 تقول أن حكم المحكمة الدستورية هو تصحيح للمسار الديمقراطي، يعني أنت فعلا كنت ترى أن الحكم تصحيح للمسار؟ لا لا لا، احنا يمكن تقرأ المقال كامل راح تلقى أن رأيي في حكم المحكمة الدستورية أسدل الستار على أحقية سمو الأمير بإصدار المرسوم من عدمه. هذه القضية أنا معها، بس أنا طالع مقالاتي السابقة واللاحقة أنا مع إعطاء الناخب حق غير منقوص في اختيار ممثلينه. هالحين بتعالجها بخمسين دائرة كيفك، بتعالجها بعشر دوائر كيفك، بتعالجها بالخمسة وعشرين دائرة كيفك، بس عطني حقي اللي أنا أمارس فيه 100%. لا تعطيني 10 نواب يطلعون من الدائرة وأنا صوت حق واحد. صح، أنا أنصفت يمكن المكونات الصغيرة، لكن أنا الكويت لا يمكن أقسمها والله لقبيلة الفلانية أو للطائفة الفلانية أو للمجموعة الفلانية. نعم هناك مهاترات، هناك مزايدات، أو جدها النظام الانتخابي خلينا نقول الأربع أصوات، لكن لا يعني أن في مقارنة عادلة أقول الصوت الواحد أفضل ولا الأربع أصوات أفضل. أنا ما زلت أقول لا هذا أفضل ولا هذا أفضل. أنا يعني أنت ضد الصوت الواحد؟ ضد الصوت الواحد بكل تأكيد، والأربعة ضدهم. حلو. طيب أبو عبد الوهاب، أنت يبدو أنك أنت ترى الأمور مرتبطة، مش يعني مرتبطة في مسألة الصوت أو الصوتين أو الثلاثة، أنت ترى أن الحكومة كما تفضلت لا تستطيع التعامل مع أغلبية حقيقية. كان لك تغريدة في 31 أغسطس تقول: من يعتقد من النواب أن مجلس الأمة في الوقت الحالي يمكنه إلزام الحكومة على عمل شيء فهو واهم، لقد انتهى دور المجلس الحقيقي بالصوت الواحد. يعني هناك من يقول أنكم أنتم يعني
تختصرون المعارضة بكم، إن ما في معارضة غيركم يعني. والله شوف، هو إحنا يعني الكلام سهل لكن الواقع هو اللي يعني يكشف الحقيقة. أنت الحين عندك مجلس حالي بالصوت الواحد، من يتكلم الآن على الأقل بصوت عالي ومعارض ضد الفساد اللي إحنا كلنا متفقين واحد اثنين أو ثلاثة بالكثير. أعضاء مجلس أمة ما هم سر يعني، هم أسماء معروفة ومعروفة توجهاتهم. الحكومة تمتلك أغلبية مريحة جدا في هذا المجلس وأي مجلس راح يأتي بصوت واحد، مو على أساس إحنا مو موجودين. إحنا أصلا يعني إحنا لم نكن موجودين يمكن من سنوات، ولا نكون موجودين يعني إحنا نأتي فترة وغيرنا، لكن إحنا نتكلم عن مبدأ. الحكومة بدأت بشيء وانتهت في شيء في موضوع الدوائر. خلنا نرجع قبل سنة، ترى الموضوع مو بعيد. هم لما أرادوا الذهاب لمحكمة سوريا على موضوع عدالة التوزيع في الدوائر ما راحوا على الصوت الواحد أصلا يعني، وقدموا مذكرة على العدالة. اعترضوا بعض التيارات السياسية قالوا ليش ما تضيفوا موضوع الأربع أصوات، فيو ضافوها، فما كان الكلام أصلا عن موضوع الصوت والأربع أصوات. بعدين هذه دشت وقالوا لهم يا جماعة ترى أن إحنا ما نقدر نلقي أي معارضة إلا بالصوت الواحد، وهذا طبقوه دول مثل الأردن وغيرها، قالوا ما نقدر نقضي على أي تكتلات وخاصة منها الإسلامية إلا بموضوع الصوت الواحد، وقاعد يجرون الآن في الجمعيات التعاونية وغيرها على أساس يقول لك فتت وفرق تسد، وهذه سياسة يعني للأسف سياسة شاذة. أبو عبد الوهاب يعني أنت يعني ترى ان الامر فعلا موجه خاصه للتيارات الاسلاميه؟ لا، هو تفتيت الاسلاميه يعني تقريبا هي جزء من المعارضه، لكن انا اتكلم ان السلطه يعني تريد ان تتوحد في القرار. السلطه عندها سياسه ثواب لا عقاب، او ان قصد التعامل يعني مع الكتل الكبيره. انا يعني انا اتحفظ على الحكومه، انا ما عندنا احنا حكومه، الحكومه هاي ما لها قيمه، في حكومه خفيه ما ندري شنو هي، احنا خلينا نطلق عليها. لا هذا رايك طبعا. السلطه مو رايي، هذا حقيقه يعني، احنا مارسناه وشفناه، كنا نقعد مع كبار رؤوس في الحكومه ما يملك قراره، يقول انا ما بيدي شيء، طيب منو بيده؟ ورني اللي بيده، ما يقول لك يعني. فبالنهايه هذه يعني حقيقه اعتقد كل الشارع الكويتي يعرفها. في النهاية شوف أخوي محمد، إحنا يعني لازم يعني نسمي الأمور ومسمياتها. السلطة تريد أن تتوحد بقرار. إحنا الآن في وقت في فائض مالي ضخم جدا في البلد، بترول في أعلى مستوياته، فائض مالي ضخم جدا. السلطة لا تريد وهي تتصرف في هذا الفائض يكون رقابة فاعلة، في رقابة واحد اثنين ثلاثة خلهم يتحجون، لكن مو رقابة اللي تمنعني من اتخاذ القرار. أنا أعطيك مثال بسيط وأمس ذكره عجالة عشان ما يخالف، أمس ذكره الأخ رياض العساني على موضوع محطة الزور. محطة الزور تم فيها استجواب وتم فيها إقالة وزير، أو يعني طرح فيه الثقة وهو سحب نفسه الوزير الشمالي، وكان يدافع أن هذه الإجراءات صحيحة. بعد إبطال المجلس قامت الحكومة قدمت مرسوم ضرورة بتعديل القانون اللي قالوا هذه الإجراءات صحيحة. الآن القانون يرسى على بعض المتنفذين بطريقة فيها شبهة كبيرة، وهذا القانون بمئات الملايين من الدنانير، مو الدولارات، بمئات الملايين من الدنانير. من يقدر يراقب؟ من يقدر يتحكم؟ من يقدر يحاسب؟ هذا الوزير يرجع مطروح في ثقة من الشعب، يرجع وزير مالية ثم يرجع وزير نفط. فعقلية التحدي هي العقلية السائدة الآن، عقلية أن احنا نفعل ما نشاء، أنتم تقولون ما تشاء ونحن نفعل ما نشاء. هذه هي العقلية التي راح تسود مجلس أمة. كما قال لي أمس واحد من دوان يقول هو يقترح، يقول ليش ما يسوونه يعني مول أو مجمع تجاري أفضل من أن احنا نسميه سبيكر كورنر مثل ما بندن يعني هايد بارك، بس الناس تحكى ما له أي فعالية ولا لا أي قيمة، والأيام قدامنا راح تذكرون صحة كلام. طيب أصبح واضح أبو أحمد، يعني هو أبو عبد الوهاب لفت انتباهي الموضوع الوزير الشمالي. الوزير الشمالي أصبح يعني حالة يستشهد فيها في أكثر من قضية، يعني في قضية أن يزاح وزير باستجواب ثم يعود ويعود وزيرا، وأصبح هو يعني فاتحة باب لوزراء آخرين. قضية لا مش الوحيد، هو أصبح واحد لا قبله وايد. طيب بس يعني أنت كان لك مقال حول استجواب الشمالي، يعني الكل كان يتوجس أو البعض كان يتوجس يعني من مسألة استجواب الشمالي. هل فيه شيء يمنع من استجواب الشمالي؟ يعني في موضوع الشمالي مثلا قال ان هذه الاجراءات صحيحه في مساله محطه الزور، بعدها الحكومه عدلت القانون، اذا كانت صحيحه ليش تعدله؟ شو المشكله اذا استجوبوا الشمالي؟ شو المشكله؟ ما في مشكله. انا يعني خلنا نذكر حادثه وقتها كان سمو الرئيس ناصر محمد رئيس مجلس الوزراء،
وكانت قضية الاستجوابات له مباشرة وينتج عنها حل مجلس الأمة. تشكل أزمة. تشكل أزمة. في لقاء معه قلت له بصباح يعني كاش، هل أنت أعلى من الدستور أو الدستور أو أنت تعمل تحت مظلة الدستور؟ قال أعمل تحت مظلة الدستور. قلت إذا نصعد المنصة كفانا تأزيم. فقضية إعفاء أي وزير من الاستجواب أنا ضدها. أحياناً الحين المجلس يحكم ضميره، يرى أن الوزير يستحق الإقالة أو طرح الثقة من عدمه، هذه مسؤولية النواب. طيب كيف ترى أبو أحمد مسألة أن وزير يستبعد من خلال وجود أغلبية تبعده ثم يعود؟ أنا أصلاً مع أي وزير، وهو مادة الاستجواب إذا تقراها بالمذكرة التفسيرية أن كل من يتعذر التجريح و... بالضبط. يعني التجريح بروحه كافي لإغالة الوزير، ما بالك إذا وصل بالضبط. يعني وجود الشمال الآن في الحكومة غلط؟ ما أقدر أقول غلط لأن وايد غيره أرجعوا. أوكي هو غيره يعني. إذا غلط؟ إذا المنظومة إنه يرجع يعني ما الحكومة ما عندها مبرر لرجعة أي وزير كان، هذا الوزير ظلم أو ما ظلم، عنده في أجندة ضده، عليها أنها تدافع عن وزيرها بهذه الطريقة. إحنا الحدث اللي صار أن الشمالي استقال قبل طرح الثقة. نعم في رغم ضده، وهذه الحادثة صارت مع الجار الله مثلا، استقال قبل طرح الثقة، وكثير من الوزراء صعدوا المنصب. أحمد الجار الله، أحمد العبد الله بعد، لا وأحمد العبد الله وأحمد الجار الله، الحسبة إذا الحسبة ضده، لكن استغال قبلها. هذه دستوريا ما تمنع عودته. هالحين الحكومة عندها مبررات للعودة، هي تطرح وجهة نظرها فلان ولا فلان، دستوريا ما في إشكال. الإشكال عرفيا إذا تكلمنا عن الاستجواب وصعد الوزير وفعلا مادة الاستجواب تستحق أنه ما يرجع للوزارة، لا يرجع للوزارة أيا كان، بغض النظر عن الأسماء، الشمالي ولا غير الشمالي، أكثر من وزير وصلت الحسبة برا، لكن دستوريا ما يمنعه، استقال قبل فترة انتهى الموضوع. زين دكتور، يعني في قبل أن ننتقل أبو عبد الوهاب، في يعني تصريحات هاليومين رئيس الوزراء يقول تفاءلوا، رئيس مجلس الأمة يقول أبشروا يا أهل الكويت الخير جاي وبقبال، يعني هل مضمون؟ أبو مساعد ما تتمنى وأنا أتمنى، أنا بالعكس أنا أتمنى. تمنى من اللي ما يتمنى؟ بالضبط. إيه لا بالضبط. من ما يتمنى الخير، لكن أنا بعد ما أريد أخدع بالعبارات اللي ما لها لازمة. يعني الكلام عن التفاؤل وأبشروا بالخير وإحنا نشوف طلبتنا ملاقين مقاعد دراسية، ممكن تفسر لي؟ تأخذ أنت بالكلام هذا دكتور؟ لا خلينا نكون صريحين، لا أنا أعتقد أن الكلام يفترض أنه يكون مقرون بأفعال وبأعمال، ويمكن حتى في مقال كتبته حق الوزير أرولا مسؤول عن خطة التنمية، وطلبت أنه يكون خطة التنمية هذه المبهمة، تدخل على النت تقرأ إنجازات الدولة ماكو شيء، تشوف الواقع التنفيذي على المشاريع التنموية أيضا ماكو شيء. ونأمل أن طاف سنتين تقريبا ترى على خطة التنمية، ها أو ثلاث سنوات، باقي سنتين، ما في أي نقاط حددتها الدولة أنجزت على أرض الواقع. هذا التفاؤل أنا أتمنى من أبو صباح إذا يسمعنا يعني، أو دكتورة رولا، إن فعلا تطلع. إحنا عندنا رئيس مجلس، رئيس مجلس الوزراء، أنا يعني لا رئيس مجلس أمة بعد يقول، يعني نتمنى أن أبو علي عنده أخبار عن التنمية وتنفيذ خطط التنمية أكثر من اللي إحنا نعرفها. إحنا نشاهد بعيوننا مواطنين بنهاية المطاف، بنشوف هالمنتج اللي نلمسه. المنتج موبايل، لكن فعلا نتمنى تطلع الوزيرة وتفند خطة التنمية، المشاريع القائمة والمشاريع اللي راح تنفذ خلال الفترة المتبقية منها. أصبر واضح أبو عبد الوهاب، يعني أنت ليش بعد متشائمين؟ يعني رئيس الوزراء، رئيس مجلس الأمة، وأعضاء كثر،
يقولكم تفاؤلوا، اعطوا مجال للتفاؤل يا جماعه، ترى احنا بنسوي شيء بس طولوا بالكم. شوف يا اخوي محمد، يعني انتوا ليش مستعجلين؟ احنا قاعدين، احنا مو قاعدين بديوانيه تفاؤلوا، مو سوالفوا. انت دوله مؤسسات، انت رئيس وزراء، ما تقدر تسولف تقول تفاؤل. اطلع قول ايش عندك، قول شنو انت بتنفذ. انت عندك ميزانيه وعندك مخصصات وعندك قانون بالتنميه، قول ايش بتسوي، شنو تفاؤلوا؟ وين قاعدين احنا؟ اعطوا مجال. طيب انا مو قاعد والله رايح سوالف، ولا قاعد بقعده خاصه تفاؤل ولا لا تفاؤل. انت دولة مؤسسات، انت دولة او رئيس وزراء تحتك مقدرات وعندك قانون وعندك خطة وعندك اموال وعندك ميزانية وعندك جهاز عدل. انت لما تيجي تقول شنو تفاؤلوا؟ شنو تعطيني منحة 100 دينار شغل طرارة هذا، ولا التفاؤل اتفاؤل عشان اتفاؤل بالتعليم؟ ايش بتسوي بالتعليم؟ اتفاؤل بالصحة؟ قول لي شنو خطواتك على اساس احاسبك وحط لي برنامج زمني راح تنجزه زين. بالتوظيف قول لي هذا عشرات الالوف الكويتيين قاعدين بلا وظيفة، يتخرجون من الجامعة يقعد له سنة سنتين ما عنده وظيفة. إيه بس لا يعني في أبو أنا أقصد لما تقول تفائلوا إيه؟ إحنا مو قاعدين إحنا نسولف سوالف، ولا قاعدين نشيم بعض، حتى ولا قاعدين يعني نطمن بعض. إحنا هذه سوالف نخليها حق كبار السن تفائلوا. أنا لما أتكلم حق لرجال الدولة أقول له لا تترك عنك هالسوالف، تعال لي قول إيش عندك وحط برنامج عملك وحط خطتك وحط زي ما أقول أنا مني لمثلا شهر 12 راح أنجز 1 2 3، اذا ما انجزت حاسبوني. لكن اخوي محمد ايش المشكله احنا عندنا؟ هل رئيس الوزراء ضمان وجوده في المنصب انجاز انجازه بالعمل؟ لا. هل رئيس الوزراء والوزراء ضمان وجوده في المنصب يعني حجم الاداء اللي يقدمونه؟ لا. لكن هو حجم الولاء والطاعه العمياء اللي يقومون فيها ومساعد يعني. هذه المشكله. اذا ودي يعني فلذلك احنا مشكلتنا بالكويت ما هي مشكله يعني تفائل ولا احنا متشائمين، مو شغله تشاؤم وتفائل. يا اخي دش كل دواوين الكويت قول لهم قابلين بالوضع، في تنميه، في عمل، كله من متى رئيس الوزراء قبل سنتين قال كل شيء زين من باكر ابطل المجلس. طيب زين طيب على هذه يعني ايش رايك احنا من تصريحات انا ودي بس اقول شغله على التنمية بالضبط يعني بالتحديد. الحين لو سلمنا فرضا ان الوزراء مناصب سياسية، القاعدة اللي تحتهم، الهرم اللي تحتهم، وكلاء، وكلاء مساعدين، مدراء هيئات، شنو دورهم؟ اذا فشلوا ذيلي، وبعض الاحيان نسمع ان الحكومة ناوية تشيلهم، للأسف تروح المؤسسة البرلمانية يضغطون في اتجاه التجديد لهم بكل المجالس. صحيح. ما نستثني مجلس. طيب هو فشل حكومة بعض الأحيان تسرب خبر أنها بتشيله. طيب بس أبو أحمد يعني احنا نتكلم واقع، احنا أمام حكومة فيها 7 شيوخ وزراء يعني يملكون قرار من آخر، شو اللي يعطل يعني 7 وزراء شيوخ ما يقدرون يتخذون قرار؟ شكوا وكيل ما يخالف. احنا الحين أمام فترة قصيرة جدا من تشكلت الحكومة ومن مجلس الأمة. أنا دائما أنظر الأمور بتفاؤل، وما عندي مشكلة أن ننقد كائن من كان يعني إذا للآن أبو دكتور لا 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 ما لا 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 ما شيء طيب. أنا بالعكس هذا شيء متفائل يعني أنا بقارن الكويت مع دول ثانية مثل ما قال أبو عبد الوهاب أنا أفضل بكثير على الأقل. إحنا عندنا سقف حرية الكلام وإبداء الرأي نقدر نقوله برتم أو بمستوى عالي. هذه موجودة عندي، غيري مو موجودة عنده، حوالي ما حد عنده هالقدرة يعني على متفوقين بس أمانت بالحرية ما هذه الأمور الله لا الحمد لله يعني هي هذه يرحم الحال. هذا النور أنا ما أعتقد أن اللي قدامك أصم، لازم يسمع نهاية المطاف، يسمع بنهاية المطاف لازم يطبق أمان الشعب، سواء اللي تطرح على شكل قوانين من خلال مجلس الأمة أو مشاريع أو شعب. يعني الحين ما نحتاج قراءات استبيانية وغيره ومش عارف إيش عشان نعرف هموم المواطن ونعرف تطلعات المواطن واضحة، مثل ما قال أبو عبد الوهاب، مثل ما الكل يذكر. إحنا عندنا مشكلة نحتاج إلى تطوير في الصحة، في الإسكان، في التوظيف بالشكل الصحيح، توظيف المخرجات التعليمية، الارتقاء بالتعليم، بناء جامعات، بناء بنية تحتية للمواصلات وغيره، أبو أحمد تطوير الخدمات الإلكترونية. هذه اللي دكتور يعني الكلام هذا جميل ان الحاجة والتفاؤل وان ممكن نعمل،
الحين منو الشعب منو قاعد يحاسب على ان الطلبه مو لاقين مقعد؟ انت دكتور في كليه العلوم التطبيق، كنت عميد سابق في كليه العلوم الصحيه ودكتور في الهيئه العامه للتعليم التطبيقي. الاجراء الوحيد اللي تم اتخاذه على مستوى قضيه عدم يعني الكارثه، انا اصنفها كارثه لان هذا مستقبل شباب في التطبيقي وكذلك في جامعه الكويت، الكارثة هي عدم وجود مقاعد والفوضى اللي حصلت ونسب لم يحصلوا على مقاعد دراسية. الإجراء الوحيد اللي اتخذه وزير التربية أو رئيس الحكومة طبعا بتبعية هو إعفاء عميد القبول والتسجيل. من اللي يتحمل المسؤولية؟ عميد القبول والتسجيل؟ شوف هناك مشكلة فنية في اللي سمعته يعني في آلية التسجيل، وهذا لا يعفي الهيئة أو أي مؤسسة أكاديمية إذا كانت عندها أخطاء فنية في القبول. إحنا نشوف جامعات ثانية عدد طلبتها ضعف عدد التطبيقي مع جامعة الكويت. من اللي تحمل المسؤولية دكتور؟ أيا كان أعلى مستوى أقل مستوى لازم تحدد، سواء مدير الهيئة، معالي الوزير، إذا فعلا عميد التسجيل، إذا كنا نتكلم عن السيستم. وهذه أنا أعتقد إجراء فني يحتاج إلى معالجة صريحة وواضحة. الخطأ في السيستم، منو اللي كان مسؤول عن توريده وتركيبه إلى آخره. لكن خلنا نرجع شوية، ما يخالف يستاهل أبو عبد الوهاب كل الوقت، بس أرجع لنقطة مهمة أن خطة الدولة، خطة التنمية يفترض أن تبنى فيها 3 جامعات خلال الفترة هذه. أنا واحد من الناس اللي ساهمنا في صياغة وكتابة جامعة جابر، لكن وين البقية؟ وين الجامعات الحكومية المرادفة لاستقبال الطلبة؟ وين جامعة جابر؟ طيب أبو عبد الوهاب، يعني هناك من حمل هذا الموضوع، هذا رأيي أنا شخصيا غير مقتنع فيه، لأن في النهاية هم طلبة يعني يجب أن يجدوا مقعد لهم للدراسة. لكن هناك من يقول أن هذا أخطاء ترد في كثير من الدول، يكون في خطأ، يعني الإنسان غير محصول من الخطأ، خطأ سيستم وما لقى 7000 طالب ما لقوا مقعد، مع ان الكلام هذا موجود حتى في جامعه الكويت. ليش انتم تحملون الامور اكبر من لا لا اخوي، شوف اخوي محمد، يعني في قضيه يا جماعه بديهيه، هذول انولدوا امس واليوم من قبله، هذول كويتيين ولدوا بالكويت وكانوا ابتدائي متوسط ثانوي، وتعرف انت خطتك، عارف الاعداد اللي راح تدخل مثلا سوق العمل، واعداد اللي راح تدخل بعدين المستوى اللي ما بعد الثانويه سواء كان جامعه او تطبيقي. وين خطتك انت بالاصل؟ ليش احنا دائما نقعد من النوم ونتفاجئ في قضيه؟ زين؟ ليش دائما والله نقول تفاجئنا بالاعداد؟ يعني انت ما تعرف انه مثلا خريجين الثانويه العامه راح تخرج خلينا نقول مثلا 50,000. طيب هذول 50,000 وين راح يروحون؟ الجامعه وتاخذ لك 10,000 والتطبيق 10,000، طيب 30,000 وين بيروحون؟ انت عندك قانون، تفضل الدكتور، قررنا احنا في مجلس 2012 قانون جامعه جابر وبموافقه الحكومه ومباركه الوزير، هذا قانون صار سنه ونص ما طبق. ها يعني انا قاعد اقول لك، هل هذه جديه؟ قانون اللي هو القرض الحسن للطالب، يعني في بعض الطلبه الان بامكان الدوله تقرضه ويروح يدرس برا على حساب بهذا القرض، وحطينا قانون تم الموافقه عليه بموافقه الحكومه وبارك عليه الوزير، ما طبق. من يتحمل مساله عدم وجود حكومه ما تطبق قوانين؟ يعني هم اعفوا المشكله. انا راح ارجع لك، شوف كل ما راح تقول لي مشكله راح ارجع لك، مدام ما في رقابه فاعله على ادائهم، مدام ما في محاسبه للوزير وللمسؤول، ما في محاسبه لرئيس الوزراء. رئيس الوزراء رجل ما يطلع بالاعلام يشرح خطته، ما يشرح تنميته، ما يدافع عن مشاريعه، زين؟ وريال ضامن وجوده، لانه مو العمل اللي يخليه يبقى منصبه، كثر ما يكون عنده طاعه عمياء، كثر ما يكون منفذ جيد، هو اللي يخليه منصبه. لذلك ما راح الكويت تتطور ولا 100 سنه قدام طول ما ان هذا النظام اللي احنا قاعد نمشي فيه، في سواء في اختيار وزراء او رئيس وزراء. انت تفضلت مساء تكلمت عن موضوع 7 وزراء شيوخ، انا ما عندي مشكله خلي يصير 15 وزير شيخ، لكن هل هم بالكفاءه والاداء؟ لما تيني مثلا وزاره الدفاع تحط لي وزير مثل احمد الخالد شديد وميبس وقاضب، بعدين تحط لي وزير لين ومتساهل وكذا، ما يصير النظام. وزارة الصحة تقول وزارة اختصاص تنقراط مثل ما يقولون، زين؟ طيب 4 ما ادري صار لك 6 وزارات تحط اطباء. الحين شو معنى شلت الطبيب وجبت لي الشيخ محمد العبد الله؟ معروف الشيخ محمد الله بسهولته وليونته وريال ما يقول لا حق احد. ما يصير، انت حقل تجارب، زين؟ يعني بالتالي انت قاعد تناقض نفسك.
في حتى وتجرب بالكويتيين كل ستة أشهر تحط لي وزير تقول لي الصحة يعني قضية مهمة، أنت ما مستقر فيها على وزير كل سنة وزير، والمرة مرة وزير دكتور، مرة وزير، مرة حطوا الله يذكره بالخير محمد البراك كان إداري في وزارة التربية وكيل مساعد حطوا وزير الصحة، الحين محمد العبد الله حطوا وزير الصحة، شو وزارة؟ فيدلك يا أخوي محمد أنا راح أرجع لك في كل نقطة وأذكرك النظام الأساس اللي إحنا قائمين عليه غلط. رئيس الوزراء ما يتحاسب، رئيس الوزراء ما يفكر انه يعمل وينجز لانه يعتقد انه مثل الدول ببريطانيا وغيرها شنو ضمان وجوده في على كرسيه انجازه وادائه وبرنامجه شلون يطبقه. اوباما ليش نجح بالدور بالمره ثانيه في الولايه الثانيه؟ قال بنسحب من افغانستان سحب، قال بمسك بن لادن مسكه، قال بنسحب من العراق انسحب عدل. انا شنو اقصد؟ طرح برامج ابو عبد الوهاب واوفى فيها، بالتالي الناس عفوا خليته يستمر في مكانه، لذلك هو شنو عنده قيمته؟ قيمته ما يطرح من عمل واداء وبرنامج. خليك تكمل بس احنا بالكويت ما عندنا هذا ماشي خليك تكمل. لكن الكلام أنا ودي سؤال انت تساله حق اسال انت ماشي ابو عبد الوهاب، انتم كنتوا في المجلس وازمه القبول من ايامكم موجوده، شنو قدمتوا إذا 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 الحين تطلب من المجلس إنه يصعد مثلاً الوزير على منصة الاستجواب؟ أنا ما قلت هالشيء. لأ مثلاً على سبيل المثال يعني إن أزمة قبول. أزمة, نعم. أزمة قبول. نعم. شنو سويتوا له؟ شوف واحدة من الأزمات. الصحة نفس المسارات. ترى إحنا أكبر مشكلة عندنا يعني الأمور التنفيذية، ترى ما يسمه أكبر خطأ يدخل فيها. يعني أنت بتقول لي أزمة قبول، هذا شيء إجراءات وزير. الوزير أحد منع إنه يبني جامعة، أحد منعه إنه يطبق القانون. طيب أنا سويت القانون جامعة جابر، مع إنه ترى أنا من وجهة نظري خطأ إنك تشرع قانون بجامعة. لا يبغى شغل الحكومة، أتي بالميزانية تطلب مخصص ببني جامعة يوافق المجلس يبني، صح لو ما صح مو شغله. أنت تفضلت ثلاث جامعات في خطة التنمية اللي هي مسؤولية الحكومة، ليش مو قاعد يطبقونه؟ فأناك نائب أمه أتدخل في أزمة قبول؟ أصلا هذا خلل المفروض إحنا ما نقره. زين وكذلك مو صحيح ايضا، حتى لما جينا احنا قلنا بننشئ مدينه طبيه احيانا نسوي شيء خلاف قناعات. التشريع مسؤوليتك. لا التشريع بس ما يكون التشريع في التنفيذ، التشريع تشريعات عامه والتنفيذ من اختصاصات الحكومه، هذا شيء من صلب عمل الحكومه. طيب انا اسال ابو احمد يعني هذا كانه يعني قد يكون صحيح يعني الكلام هذا، ان ايحاء بان المجالس لم تقم بدورها كما يكون، رغم أن المعروف سياسيا اللي يدرس أي نظرية سياسية يعرف بأن الحكومة هي من تمتلك الإحصائيات وتمتلك القدرة على معرفة احتياجات الشعب نظرا لامتلاكها لمفاصل السلطة التنفيذية، فهي من تضع الخطط المستقبلية وهي من تعرضها على المجلس وتأخذ موافقة. الغريب ابو احمد انك انت تسال هم ايش سووا. طيب هم وافقوا لهم على كل شيء، هم ايش سووا؟ زين المجلس وافق على خطه التنميه. نعم تمام. لا وغيرنا وافق اعطاهم جامعه، قال احنا نبي جامعه جابر العلوم التطبيقيه. لا لو وافق على الخطه شموليتها اوكي. منو من النواب او اي مجلس تبنى محاسبه الحكومه على خطه التنميه؟ وهذا اللي يعني احنا نبي يتكلم بالخطوط العريضه. ابو عبد الوهاب حط رؤيه سليمه، يقول ان الحكومه مسؤوله عن التنفيذ، منو المسؤول عن الرقابه؟ خلنا حتى من تقديم مشاريع، هي الحكومه بادرت ولاول مره قدمت خطه تنميه وقررها في المجلس، اي حاسب الحكومه على تصرفات قد لا ترتقي حتى الاستجواب؟ واترك الهدف الرئيسي اللي هو خطه التنميه، بناء المشاريع، الزام الحكومه بال 37 مليار اللي قرتها، اللي الى يومك هذا الكلام عليها كثير، وين راحت وكيف نفذت وكيف فندت؟ كل هالاسئله هذه احنا ايضا نقط لهم على المجلس دوره رقابي ودوره تشريعي، يضع مظلات للتشريع. نعم هو ما يستطيع انه يحط الديتي او اللائحه التنفيذيه، بس هو يحط التشريع، قرار جامعاته هو يقدر يحطه، تحسين الخدمات الصحيه هو يقدر يضيف عليه، ومعنا منصوص عليه في الدستور دور الحكومه انها توفر رعايه صحيه وتعليم بالمجان وعلى مستوى.
يعني هو ترى ابو احمد ترى ان يعني المجلس لم يحاسب الحكومه لا ما على حاسب الحكومه على على, على, على ابدا التنموية. ابدا حاسبها على امور بعيده يعني تكفى يعني اكو اشياء ما نبي نذكر يعني عادي ما في لا يعني اكو مثلا لما الاستجوابات اللي كانت عطوه جنسيه ولا ما عطوه جنسيه يصعد رئيس مجلس الوزراء على فرد مثلا قضيه مسجد الفنطاش تتذكره مع تقديرنا واحترامنا للمساجد لكن هذه قضيه كان ممكن تنحل بدون تأزيم سياسي بدون رفع سقف الاستجواب يا رئيس يا رأس رئيس مجلس الوزراء ولا ما يصير احنا نقول اكو اشياء مهمه واكو اشياء تقدر تنحل على الطاوله يعني اكو كثير من الاخوان يحلون مشاكل بالهدوء ومطلوب من عنده يوم تعاونوا الحكومة بالمجلس المبطل على جامعة جابر أنا أشوف المناورات أشوف كان رئيس اللجنة التعليمية الدكتور جمعان الحربش وأعتقد المقرر يمكن الدكتور العمير كان في تناقم يعني يروحون حق الوزير وذكر الحجرة ويرجع لهم وأوافق بهذه وأوافق هذه واتفقنا يعني أنت استخدمتوا الاستجواب بطريقة خاطئة يعني على مسجد كيربي رحتوا تستجوبون على قضايا جانبية أخرى تستجوبون كل شيء تستجوبون فيه الخطأ أنتم تتحملونه تركتوا التنمية لا لا شوف يعني خلنا ما يخالف إحنا الآن عم بعد أنت موضوع الاستجواب هذا قبل 4 سنين يعني وقام في عضو مفرده ما أنا قاعد نعم كل أعضاء مجلس الأمور مو صحيح الكلام هذا أنت ترى أنه كان خطأ يعني الاستجواب لا لا أنا أتكلم عن مبدأ أن لما عضو يقيم استجواب هذا ما يعني كل أعضاء مجلس الأمة هم سووا الاستجابة أو أيدوا أو هم دفعوا لكن يبقى هذا رأيه وهو يدافع عن وجهة نظره إحنا قد نأيد وقد نختلف معه زين لكن أنا أتكلم عن موضوع مثل ما قال الدكتور أن محاسبة الحكومة وهذا اللي إحنا قاعد نقوله ما حسبتهم على ما استجوبتوا على التنمية بلى خلنا أفيدك الخطة التنمية قررت في 2010 يعني تقريبا صار لها 3 سنوات أنت من 2010 لحين كم مجلس عندك 4 مجالس ما في استقرار وبين المجالس والمجالس تقعد 4-5 أشهر حكم محكمة ينتظرون كذا يعني أنت خلال 3 سنوات كذا صار عندك فرق تشريعي إيش كثر مجالس وحلت كثر مجالس أبطلت هذا عدم الاستقرار شلون أنا أقدر أحاسب مثلا إحنا ب 2012 السنة اللي فاتت يمكن ب4 أشهر شلون تبي تحاسبني على تركة ثقيلة من فساد وغيره تجاوزات حكومة خطة موضوع خطة التنمية كان أحد محاور استجواب الشيخ أحمد الفهد لما اللي قدموه اعتقد بعض النواب وبعدين ما استقال الشيخ وما تم فكان في يعني في ناس حاولت تتحاسب لكن لان ما في استقرار لذلك ما راح يكون ولن تسمح الحكومه ان يكون هناك تفعيل الاداه الرقابيه بس انتم ما جربتوا يعني انتم مو ما جربتوا يعني انت اتهام لكم انت يا اخ محمد مو منطق ولا معقول انا مجلس 2009 مجلس عفوا مدته 4 سنوات تجيني ب4 أشهر تحاسبني على شغل 4 سنوات مو منطق خلني استمر على الاقل الدكتور تكلم عن مجلس 2009 يقول يعني ما انا ما كنت مجلس انا ما كنت استجواب احمد الفهد مجلس 2009 اي يعني انا قصدي قدم مناورات داخليه ما لها علاقه حتى بالتنمية انا قصدي قدم وضع محور ما له شغل يعني ما له شغل لا كخطه تنميه وضع هذا المحور وضع بس استغالته ما كانت لها علاقه بصعوده على المنصه ما يخالف بس انت تقول ما في قدم لا قدم استجواب لكن لانه ما في استقرار مجلس 2009 ما كمل مجلس احنا 2012 ما كمل مجلس 2013 مبطل اثنين ما كمل الحين المجلس داوموا جلسه وعطلوا 3 أشهر عرفت قصدي وما يندرى اذا رجع ايش كثر بيكمل او ما يكمل لان السلطه خذها مني قاعده الان السلطه خلاص انتهى موضوع انه يكون في رقابه فاعله الرقابه اللي ما يبونه من الوزراء يقولوا استجوبوا خلينا نقطه زين لكن انه مثلا الشمالي هذا خط احمر لا يمكن استجوابه ممكن يحل مجلس ومجلسين ثلاثة لكن الشمالي لا يتم القرب منه رئيس الوزراء كذلك لا يمكن أن يستجوب الآن في ظل الوضع الحالي أن عنده عدد كبير يعني هو قد يضمنه وسنة وسنة في مجلس 2009 أي استجواب الآن من السهل جدا أن تحوله في جلسة سرية من السهل جدا أن تحوله لجنة تشريعية أو تحوله لمحكمة السورية وبالتالي أو تشطبه عند بالأغلبية اللي أنت كونتها لما وضعت نظام الصوت الواحد فبالتالي شوف أخوي محمد أنا قاعد أقول لك أنت مشكلتك ما عندك الآن أداة رقابية فعالة حتى تحاسب الحكومة على واجبات اللي هي مفروض تسويها أصبح واضح يعني أبو أحمد أنتوا تعيبون على المجلس شيء رغم أن الحكومة وهذه وجهة نظرهم تحايلت بكل الطرق حتى تبعد أغلبية حقيقية أو معارضة حقيقية
هناك من يتهمكم بأنكم من يتهم من يطرح هذا الطرح بأن يريد أن يعود بالأمور إلى الوراء واللعبة السياسية السابقة، أن في معارضة مزعجة وأن الحكومة ما عارفة تتعامل وياهم وأن الوضع يتحمل كل الطرفين وأحمل كل الطرفين وأقول الناس كلها غلط وأطلع من السالفة. لا، في ناس على خطأ. يعني مثلا الحكومة أبعدت أغلبية، ما في أغلبية الآن تتعامل مع أي مجلس مقبل بأنه غير قادر على المراقبة. انتهت الرقابة، انتهت. أبو مساعد، أولا أنا من أنصار أن يكون بالمنظومة الديمقراطية مالتنا، من أنصار أن تكون عندنا معارضة أكثر من الحكومة داخل قبة عبد الله. بس أنتم ما ناصرتوا المعارضة. لا لا، مو قضية ناصرنا المعارضة ولا ما ناصرنا المعارضة، احنا يعني كنا معلش ابو احمد حملني شوية بس. لا لا، انتم تقولون نبي نبي معارضة حقيقية، بس لما جدي معارضة حقيقية قلتوا لا هذول مؤزمين، يعني مثلا. لا لا لا، شوف انا ما يعني قضية التأزيم وقضية يعني للأسف يعني هم خلينا نتكلم عن 2012 المبطل رقم واحد. انا علاقتي مع الاخوان شخصية، علاقة ممتازة مع كل الأضياف. وأذكر يعني أن تعاون المجلس المبطل في قضية حتى يوم تقول لك بجامعة جابر كان يعني واضح، وفي تفاهم وفي تناغم. أنا مع سياسة الاحتواء، أنا أقول البرلمان لما تي في أغلبية من مكون معين يفترض يحتضن الآخرين ولا يسفه آراءهم مهما تكون الآراء الآخرة الثانية غير مقنعة، لكن يعطيهم المساحة الحقيقية في عملهم ودورهم الرقابي وعدم تهميش أدوارهم. أي مجلس مثلا يعني؟ شوف يعني أعطنا مثال. أبي أعطيك مثال. المجلس 2012 المبطل رقم واحد همش الأقلية اللي دشت معه. مجلس 2009 اللي هو بين البينين، يعني خلنا نقول هو مو المجلس الغير مريح أنا أسميه، لأن تكتيكاته مبيدة حتى المجلس، يعني إسقاط الوزير أو خروج وزير، لعب داخلي ولعب بالأوراق. لما يكون عندي مجلس أغلبية لا لا تفهم والله، ما أبي أقول لك ديتيل، يعني خروا على 2012 أبسط أوضح. في أغلبية مريحة وعبد الوهاب كان يمثلهم، وفي نواب أقلية نعم ضدهم، لكن مو معناها أني أهمش أدوارهم، مو معناها اني الغي هذا الدور لهم نهائيا. اتعاون معاهم بالشكل المريح واستقطبهم بالشكل الصح، واحد اثنين يكونون مو على الخط، هذه بكل المجالس بكل برلمانات الدنيا واحد اثنين ينجحونهم الناخبين، ولهم علينا احنا في نهايه المطاف، احنا اللي نوصل بالصوت الواحد ولا بالاربع، احنا نوصل الزين ونوصل السيء. الغرض ان الاحتواء كان مطلوب ما شفناه. حلو، اصبح واضح. هذا اتهام يعني مباشر لكم كاغلبيه بانكم همشتوا الاقليه واستحوذتوا على كل شيء بدون احترام لهذه الاقليه وتمثيل. انا برد لك رد، يعني شوف لما تقول انا همشت فلان يفترض اني انا منعته من ابسط حقوقه. زين يا رجل، اعظم تمكين مكناهم من الاقليه من اللي هو اعظم اداه واقوى اداه كانت اداه الاستجواب اللي يعتبرها اي نائب كريدت له في اي انتخابات. قدموا الاقليه، يعني اذا احنا تجاوزا بنسميه الاقليه، قدموا ثلاث استجوابات، احنا كنا ندري ليش مقدمها، كان مقدمها للعرقله ولتخريب المجلس وتعطيل دوره ندري، وكنا بامكاننا بسهوله ناخذ الطرق اللي هم سووها في مجلس 2009 ونطبقها ونقضي على هذه الاستجوابات بجلسه واحده، نأجل نشطب نحول سرية اللي يصير عدل، لكن ما سوينا هذا الشيء. مكننا صالح عاشور مستجواب رئيس الوزراء، لا وبجلسة علنية ما صارت بتاريخ الكل. إيه بس هذه مبادئ، ما هي اللي ما لها علاقة يعني. لا لا، بس أنت عم تقول له همشت، أنا ما همشت، أنا مكنته من الاستجواب اللي هي أعلى أداة في المجلس يستخدمها النائب، ومستجواب رئيس الوزراء وبجلسة علنية ما صارت، إنجاز بتاريخ الكويت كل هذا. تم استجواب وزير اي رئيس مجلس وزراء جابر مبارك. تمام، ممتاز. أي ممتاز. وتم استجواب محمد العبد الله وشيخ طبعا، وتم استجواب اللي هو اعتقد الثالث احمد الحمود، عرفت؟ وكان احمد استجواب هزلي، استجواب احمد الحمود ندري احنا شنو كان، لكن مع ذلك احنا كنا نعتقد ان هذا حق بغض النظر عن اللي قاعد يسيء استخدامه. زين فمكناهم، لكن كونك انت والله مثلا انا عندي اغلبيه معينه وقاعد مثلا
من حقي ان بهذه الاغلبيه اني استحوذ على بعض المناصب، لان في النهايه الناس بتحاسب هذه الاغلبيه وما راح تحاسب الاغلبيه على الانجاز، وهذا اللي صار. ومع هذا ترى كان في من اهم اللجان المجلس كان فيها نواب من اللي خارج الاغلبيه، يعني مثل اللجنه الماليه عصب مجلس الامه كان فيها مرزوق الغانم برا الاغلبيه، مثلا لجنه الميزانيات من اهم اللجان في المجلس اللي يمكن كثير الناس ما كان رئيسها الاخ نائب الصمد اللي هو خارج طيب الغالبيه زين طيب. فبذلك لا خلنا نفهمك شغله، موضوع هذا مش موضوع قديم، لكن انا لازم نوصل حق قضيه معينه. مجلس الامه الدستور قال نظام الحكم في الكويت نظام ديمقراطي، السياده فيه الامه مصدر السلطات على حسب النظام المبين في الدستور. انا بسال سؤال بالله عليك، هل الحين الامه هي مصدر السلطات؟ هل الامه الان هي التحكم بالقرار؟ يا رجل الان مصدر السلطات هي السلطه، زين السياده للسلطه، القوانين للسلطه، نظام الانتخاب تحطه السلطه. هذا تقدر تجاوب عليه بسرعه ابو احمد؟ ما ادري يعني فعلا الامه لا هذا واقع ما نقدر احنا نحط راسنا أنا برجع له شويه بقول لا قبل قبل الشرح لا لا بس عشان بنطلع فاصل. واقع فعلي مصدر السلطات مجلس واقع فعلي مجلس الامه بغض النظر الحين مجلس الامه مكوناتها الوزراء ولا كذا صار اللي نتعامل معه سلطات مو سلطات. اعزائي المشاهدين اعزائي المشاهدين نذهب الى فاصل قصير ونعود نستكمل بعد قليل محاور الحلقه. نعود إليكم أعزائي المشاهدين نستكمل بقية محاور هذه الحلقة. دكتور أنت سألت سؤال وتم يعني الإجابة عليه من قبل أبو عبد الوهاب، سألت أن أو ما سألت أنت اتهمت الأغلبية بأنها يعني هضمت حق الأقلية في مجال السابق من ضمن مجلس أعطيت يعني كتجربة مجلس 2012 أو كاستشهاد رؤساء لجان استجوابات مفتوحة لهم وين هضمت حقهم؟ لا شوف يعني رؤساء لجان انا اعتقد يعني اللجنه الماليه واللجنه لجنه الميزانيات الاخوان لجأوا لي يعني ممارسين ويستفيدون من عندهم وصوتين يعني ما هم ممكن التعامل معهم وممكن التناقم والتفاهم يعني معهم يعني شو يسوون لهم يعني؟ لا الاستجواب انا قلت له في البرنامج لا يعني القصد معلش ابو احمد يعني شنو المطلوب يعني هم اذا المناصب يعني احنا شفنا شغلات الممارسات يعني الكلام التنابز الضحك لما يطلع واحد يتكلم ومن البدايه تشوش عليه ومن البدايه يسمع له كلمه مني ويسمع له يعني الاقليه كانت تضحك الاقليه بالضبط الاثنين كانوا لا الاثنين احنا كنا فوق ونشوف الاثنين كانوا يمارسون كلهم. انا دائما اقول لك الاحتواء من الكبير، الاحتواء من الاكثريه، الاحتواء من الاقوى. انت الحين في الشارع إذا في واحد أقل من عندك قدرة أو طفل وكذا وغلط عليك من يحتوي الثاني؟ أنت اللي تحتويه ولا هو اللي يحتويك؟ ها أنا أقول الاحتواء دائما من الأقوى من الكتلة اللي عندها القدرة. ما عليه يعني أيضا تطبيق اللائحة مسؤولية رئيس، ها مسؤولية رئيس مجلس الأمة هو اللي يطبق اللائحة، هو اللي يفرض قناعاته على أو يفرض اللائحة على النواب. احنا شفنا في المجالس طق بوكسات وفزعات وواحد يقوم على الثاني ومسابب وكلام جارح ما يليق فيهم. احنا يعني انا لما التقي ابو عبد الوهاب مو بس فقط هني التقي في معه في الديوانية وفي المناسبات، تقديري واحترامي له المفروض ما يقل لسبب تصير ممارسات اشوفها في التلفزيون والكل يتكلم عنها. لا ومحشوم طبعا ابو عبد الوهاب بس لانه هو الموجود ممكن نقول عليه يعني. طيب ابو عبد الوهاب يعني عشان نختم في هذا المحور، الاغلبيه تطالب الحكومه في برنامج بينما او المعارضه بينما المعارضه لا تملك برنامج، هذا اتهام من الشارع للمعارضه التي ترى بانها لم تطرح مشروع حقيقي رغم ادعائها بأن لا يوجد هناك أصلا حكومة كما تفضلت ولا يوجد هناك سيادة حقيقية للأمة. طيب يعني شنو أنتم برنامجكم؟ هذا الكلام يعني مردود عليه بسهولة. يعني أنا أقول لك إحنا طرحنا أولويات، طرحنا 28 أولوية كغالبية عند كنا 35 نائب بطريقة مشاريع قوانين. يعني لا الكلام الحين مو في الماضي، أنا أكلمك الآن يعني الان طرح برنامج. احنا الحين احنا برا البرلمان برنامج يعني شنو يعني حتى يعني اذا قصدي كمعارضه الان تتحدث بانه لا يوجد سياده حقيقيه
للأمة من خلال مجلس الأمة أو من خلال أي أداة أخرى، وأن لا يوجد حكومة حقيقية. أنت تكلمت صحيح؟ في كل الأمرين. طيب شنو أنتم مشروعكم كمعارضة في المرحلة المقبلة؟ الآن في طرح يعني أن لابد أن التغيير النظام الحالي وحتى بعض مواد الدستور تحتاج لمراجعة. ما يصير تطلق يد السلطة مثلا في حل مجلس الأمة هكذا كذي بدون أسباب. يعني أعطيك مثال، في مجلس 2006 تدرون ليش نحل؟ نحل على زيادة 50 دينار اللي كانت تكلف بالسنة يمكن 30 مليون صحيح. زين الحين الدولة دفعت حق مصر بطقة واحدة 4 مليار، من حاسبها؟ زين مجلس 2008 حل عشان على 3 استجوابات، وكانت الحكومة تدري ان اغلبية مو مع الاستجوابات هذه، مع ذلك حلو. زين ندري احنا ندري بالامور هذه، لذلك لا يعني لازم تعرف تشخص المشكله عشان تحط لها حلول. النظام هذا من 5 سنين خلاص ما عاد نافع. احنا نقول الامه مصدر السلطات مرتين، مجلس امه ينحل خلال 50 سنة، خمس سنوات ومره 6 سنوات غير دستوري. وين الامه مصدر السلطات؟ السلطه لما تقتال الدستور وتقتال اراده الشعب، قعدت من 86 لسنه 90 ما في مجلس امه، وين التنميه وين الانجاز؟ كل التجاوزات صارت عشان قعدوا من 76 ل 81، 5 سنوات بدون دستور بدون مجلس، وين الانجاز؟ عبد الوهاب عشان اوضح السؤال، يعني انا ممكن انا كمواطن اجلس في البيت واتمنى ان يكون في سياده حقيقيه للامه وان يكون في حكومه حقيقيه، لكن انتم كمعارضه تصيرون نفسنا تمنون شنو مشروعكم؟ احنا المشروع اول مشروع الان وقفنا بقوه ضد العبث في نظام الانتخابات، لان ندري هذا يقوض اراده امه ويلقيها ويهمشها، وهذا اللي صاير الان مستقبلا الان. لذا هذه الخطه الاولى، المستقبل الان مطروح ان لابد ان النظام الانتخابي هذا مهما صارت على الانتخابات نظام فاشل ما عاد له قيمه. موضوع رئيس الوزراء ليش ما نفكر جديا ان يكون رئيس وزراء اللي يرأس الوزراء يكون له كفاءه؟ انا ما عندي مشكله شيخ او شعبي، بس ليش ما نحط نظام وضوابط؟ مساعد الدكتور طرح موضوع القياديين، احنا كم مره نطرح قانون حق ضوابط قياديين؟ القياديين احنا وزير والله عنده براضي ناس، اذا كان نائب او اذا كان يتبع حزب وكذا براضي ربعه وعنده بيحل مشاكل الداخليه، يقوم يحط ناس بهذه زين بس ما ادروها معلش ويقفز. يعني اعطيك مثال، بعض الوزارات فيها ناس من تعين موظف وتدرج رئيس قسم مراقب مدير وكيل مساعد عدل، يقومون يبون له وكيل من وزارة ثانية أصلا ما اشتغل بالحكومة ويعطونه وكيل أصلي عليه على كل الوكلاء، وين الضوابط؟ ليش؟ والله خدم الوزير أو اشتغل في الانتخابات. زين بس ما في ضوابط، وبالتالي أنت شنو قيمة؟ حملني شوي. صار عفوا العمل صار بالكويت ما له قيمة. أوكي. القيمة صارت بالمحاباة وتزور الديوانية وتدافع عنه وتفزع له يحطونك يضبطونك. تحملني بعيدها مرة ثانية. انتوا تبون تغيرون بالتمني ولا عندكم ادوات في المرحله الجايه؟ لا شوفوا ما في تمني، لكن انت في النهايه السياسه شلون تغيرون؟ يعني السياسه هو طرح عام وخلق راي عام ضاغط زين عن طريق اقناع الناس. احنا الحين نريد ان نخلق راي عام ضاغط ان يا جماعه هذا النظام فاشل، هذا النظام ما عاد ينفع، اللي السلطه فيها يدها مطلقه على النظام، هذا النظام فاشل لابد من تغييره. شلون راح نثبت للناس هنا؟ هذا دورنا، انت شخصيات عامه ويكون لك تواجد عام عند الناس في أجهزة الإعلام في الاتصال المباشر وتثبت لهم، والناس راحتي أخوي محمد ترى صدقني الحين العملية مسألة وقت. كل اللي احنا راح نقوله بالوقت الناس راح تشوفه بعينها، راح تشوف تجاوزات، راح تشوف فساد، راح تشوف اللعب بالمال العام. ترى يعني هذا كله بس بسبب المجلس؟ مو هالمجلس الحين مشروع الدوم. دكتور الحين خله انا ضد مشروع الدواء، بس منو دعم فيه ومنو وقفه؟ انا اقول لك مشروع الدواء بسهوله، هذا المشروع كان ثمن لبقاء رئيس الوزراء السابق على كرسيه، لا اكثر، لا هو موضوع فني ولا موضوع غيره. الغائه بس. يعني انت مع المشروع؟ لا بغض النظر، انت تقول انا اقول لك الغائه يعني الغائه، منو اللي سوى الثمن؟ تدري شو المشكله مو جزء منهم من معارضه اليوم؟ تدري شو المشكله؟ اي واحد يوقع على الالغاء هذا ما حد يتكلم عنه، وي واحد يقول وجهه نظر تصريح مع ضد يقول انت سيف. طيب اللي يوقع واللي كان بيد القرار طبعا مع المحاسبه، طبعا مع المحاسبه ما حد يتجرأ يتكلم على القرار لانه يدرون شنو وراه، هذه مشكله. طيب ابو احمد، عشان ان ننتقل الى محور جديد، يعني كان لك انت لك كتابات في الشان الاقليمي ومن ضمنها تتناول الاحداث في مصر وفي سوريا في اكثر من موضوع، لك راي، وهناك من يقول بان اراكم الديمقراطيه في الكويت. سوريا ما تناولتها لكن مصر اي حتى جاء ذكرها يعني كذي اي جاء ذكرها بشكل اي. هناك من يقول بانكم
يعني كتاب صحافة، بعض كتاب الصحافة في الكويت تتعاملون بديمقراطية كما ترونها في الكويت بينما ترونها بشكل معاكس في أماكن أخرى. لك مقال مكتوب في تاريخ 1 مارس 2013، أو عفوا مقال مكتوب في 13 يوليو 2013، تكلمت عن قصر نظر جماعة الإخوان وأنهم أخطأوا كثيرا، رغم أنك قبل ذلك في تاريخ 26/6 كتبت مقال حسافة عليك يا مصر. هل أنت لازلت مصر أن حسافة على مصر قبل الانقلاب أو ما يطلق عليه الانقلاب؟ هل ترى أن الآن الوضع مريح؟ شوف، كلنا ننظر لمصر نظرة تختلف عن بقية الدول العربية، منارة للحضارة وأيضا مرجعية للوطن العربي، ولا شك أن نجاح مصر يهمنا جدا. فشل إدارة الإخوان، رئيس مرسي نفسه اعترف فيها، وقيادات الإخوان أن اعترفوا بفشل إدارتهم للدولة. الحين الخلاف على قضية، اعترفوا بفشلهم، إيه أكثر من واحد فيه. قالوا إحنا لا، قال فشلنا، قال قال فشلنا في مثلا المحاصصة، فشلنا في خطط معينة، في خطابه الأخير اعترف هالأشياء اللي انذكرت. القضية اللي بنربطها الشرعية من عدمها، مرسي الرئيس دكتور محمد مرسي وصل بكل أريحية وبكل شفافية إلى إلى دفة رئاسة الدولة عبر صناديق الانتخاب. جميل. لا خلاف على هالكلام هذا. لكن مصر لازم نقول هالسنة هذه ما نقيم عليها لو بعد 20 سنة يصير انقلاب على الرئيس أنا ضده. بس الآن عادي. عادي لسبب واحد، إنهم مسار التصحيح عندهم. يعني نغفر لهم التصحيح. أنا الحين ما أتكلم عن جماعة الإخوان وضد إقصائهم في المستقبل من دخول الانتخابات من غيره، لكن احنا نتكلم عن مرحلة حالية. الدولة المصرية او الشارع المصري ما يعني، او ادارة خلينا نقول ادارة الدولة ممثلة بالاخوان ما نجحوا، مو معناها ان يتشبث فيه بفشل 3 سنوات قادمة. اجيب عسكر يمسكون؟ لا لا لا، ولا ضد، يعني انا مع العسكر. لا يعني انت تأيد الانقلاب، لا بس انك ما انت مع العسكر. لا مع انتخاب، انا قايل مع انتخابات مبكره، مع صياغه الدستور. صار انقلاب، صار انقلاب عليه الريال، ما يبي يطلع، الشارع حشد ملايين ضده وقال اطلع. احنا ما احنا ضد انه وصوله بطريقه قانونيه، لكن مصر تمر في فتره انتقاليه تختلف، فعادي يصير انقلاب. مو عادي يصير انقلاب، القضية مو قضية انقلاب، لا نربطها بانقلاب من عدم انقلاب، احنا بننجح تجربة مصر نحو انتخابات بأي طريقة كانت. بأي طريقة. أوكي. أبو عبد اللطيف، أبو عبد الوهاب عفوا. احنا مع نجاح تجربة مصرية بأي طريقة كانت، يا أخي رجل مو زين، أدار الدولة قعد سنة ما ضبط الأمور. فما في مشكلة إذا احنا مصر عدلت مسارها بأي طريقة كانت. لو حتى لو كانت طريقة انقلاب. مشكلتنا يعني في دول الخليج نشجع النظام او الاليه اللي صار فيها مصر، لكن لو احد تجرأ يفكر فيها عندنا يعني يروح ورا الشمس. فلا بد احنا نكون صادقين، يعني متوافقين مع مبادئنا. احنا بالكويت الناس سووا ندوات، طلعوا 10 مواي 20 خارج السور الديوانيه مترين، نطقه وطق بعصي وعجرات، بعدين نروح حق مصر اني عقب يوم نأيد انقلاب عسكري كامل الدسم زين، على اساس والله في اخطاء. عمي احنا نعجب الاخطاء ونعجب، بس هذا المسار. يعني هل هذا مبرر؟ عفوا، هل مبرر اني اسوي اي تصحيح مسار ادعو الى انقلابات عسكريه؟ هاي مصيبه. خلنا اول شيء ادين، خلنا ادين الانقلاب العسكري وبعدين اتكلم. لكن في بعض الناس ما يدين الانقلاب، يقول امر واقع. طيب الانقلاب هذا صح ولا خطا؟ يقول خلاص خلنا بالامر واقع. لا مو صحيح، هذا الانقلاب شيء خطير جدا، هذا شيء خطير، سواء انا كنت معه او ضد. انا ضد الانقلابات حتى على حسني، انا ضد الانقلاب العسكري، ما نأيد هذا الشيء. لانك انت اذا غريت الخطا باكر راح يجيك انت. احنا هنا بالكويت ايش كثر نتكلم انه اخطاء او في فساد، لكن لا يمكن في يوم من الايام ندعو الى الخروج او ندعو الى الانقلاب او ندعو الى التغيير بطريقه خطا. طيب، وهذا مبدا لازم نكون منسجمين فيه مع انفسنا. اللي صار بمصر هذا انقلاب،
وبعدين هذا التمثيليه اللي سواه قال طلعوا 30 مليون كذابين، اثبتوا لهم بالسانتي لما حطوا الجول قال هذا ميدان التحرير تذبح عمره ما يشيل الا 300 400 الف، سووها 30 مليون. طيب انزين وين الخروج المضاد؟ وليش ما خليتوهم يصمدون اسبوعين اذا كنتوا تقدرون يخلون يقعدون اسبوعين؟ ما يقدرون، لان كان يشك ان هذول ناس مدفوع لهم يطلع يوم يومين ونعلن الانقلاب وخلص بسرعه. وقالها مال حزب النور، قال انا رحت قعدت مع السيسي وقلت له لا يعني لا تنقلبون، قال الموضوع اقالته خالصين منها. فالانقلاب دكتور اخوي محمد هذا كان مبيد قبل لا تطلع الناس، هذا يعني مجرد بس هو اخراج يعني انا بسوي انقلاب عفوا لازم اسوي لي يعني توليفه، اسوي لي تمثيليه، اطلع طبعا فلول النظام السابق، نظام صار له 50 سنه عميق داش بكل مؤسسات، انت تبي تشيله بسنه؟ لا والله في ناس بسطه، في ناس بسطه طبعا هم ضخموا الاخطاء، واعلام هو اهم كان عنده اخطاء كبيره. يعني اعطيك مثال، هو الاعلام الاعلام كل شيء هذا خلاهم، والاعلام هو اللي يعني يقود لك الراي العام يقود الشارع. في المقابل تشوف السيسي بدا اول يوم اعلن انقلاب عقب ساعه سكر جميع القنوات الاسلاميه، شوف شوف شوف, شوف يعني المفارقات زين. ومشكله ان في هناك يعني جانب كبير من الاسلاميين مثل حزب النور ايدوا، طيب سكر قنوات ذبح الناس قاعد يذبحهم بدم بارد، يعني ناس معتصمين زين، ليش تذبح لك 4000 بساعتين زين، 3000 2000 بغض النظر المسلم دمه أقل من الدنيا وما فيها. طيب طيب زين طيب لذلك اخوي محمد الانقلاب هذا شيء مرفوض، ما يصير انا ايده بمصر وجرمه بالكويت، احنا مجرم في الكويت وبمصر في ايده. طيب اصبح واضح ابو احمد، يعني انتم ما عندكم مشكله مع الانقلاب حتى لو كان يعني يقتل 4000 شخص؟ لا 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 اعوذ بالله ولا تقول لي هالكلام لان انا ضد، يعني انا اسئلتك لي كانت يا مازن ابدا يا ابو مساعد اقرا لك من مقالك، اقرا لي من مقالي. حلو، تقول انك انت تحسفت على تلك الاسابيع اللي سجنت نفسك فيها طواعية مواشد الفاز عشان ثورة مصر العظيمة. طبعا وتكلم ان عنوان المقالة حساب عليك لا يتناسب مع الفقرات التالية، ان مصر تبقى مصر فلم يعد يفصلنا عن الحدث الاكبر الا الايام القليلة. انت يعني انت كنت تدعي الى الحدث الاكبر. لا لا الى 30/6 كانوا جاهزين والتوقيع. انا كنت في الفترة هذه في مصر. اي وكان التجميع التواقيع شفته بعيوني بالشارع من ناس ما لهم يمكن علاقة حتى في السياسة، تعرف لهم إن رئيس علاقة حملة بالهموم اليومية الكهرباء والوظائف والبنزين ويعني حياتهم اليومية وارتفاع قلائل الأسعار وكذا. هذه الأمور اللي وعد فيها الرئيس مرسي وما نفذها، والأدهى إنه يقول أنا تركت السلطة وفي خزانة الدولة كذا مليار جنيه أو دولار. طيب ليش ما حركتها على الشعب؟ من اللي يحتاج؟ إحنا لما نتكلم عن سوء إدارة أي دولة نتكلم عن الخدمات بالدرجة الأولى، والشارع تحركه ضعف الخدمات اللي تأديها له. المسار ماشي، أنا لا أدعو للدموية ولا للقتل وضدها في كل بقاع الأرض، ومع الثورات السلمية اللي تطالب بحقوقها بشكل. طيب تأيد القتل الآن اليومي للمعارضين اللي يقومون فيه العسكر في مصر؟ أبدا لا أبدا لا، من يأيد؟ أعوذ بالله. تأيد انقلاب عليهم على العسكر؟ لا لا مو انقلاب، احنا على العسكر الآن. لا لا استمرار حكم العسكر لا ضده أكيد بكل تأكيد ضده. طيب انت لازم ترجع للقواعد الشعبية ولازم ترجع للانتخابات، وهذا كلامي واضح، عن طريق لجنة تعين من قبل الحكومة من قبل الحاكم من قبل المنقلبين. يعني انت ترى يعني لا نتكلم مع الشعب المصري بهذه السطحيه، وانه يرضى باي شيء يجي لجنة غير منتخبه والانتخابات ويعرض على الاستفتاء مثل ما عرض الاولاني على الاستفتاء. عفوا احمد، بس انا يعني على اساس اني اكون يعني حيادي ومنصف، هي لجنه معينه لا غير منتخبه، لا الحكومه منتخبه عشان هي تعينها ولا اللجنه تم انتخابها، هي لجنه معينه يعرض على الشعب استفتاء. اللجنه معينه لا خلي اللجنه الناتج مالها انت الناتج دكتور بس استفتاء. ابو احمد انت خليت يعني القيادات المعارضه كلها قطيتها بالسجون وبعدين تقول عرض استفتاء؟ حلو هذه يعني. لا لا شوف احنا اجيب المعارض اللي اسجنهم واقول الله يستخدم. خلنا نفصل ما بين ممارسه قمعيه واحنا ضدها تماما، وايضا ردود افعال غير
مسؤولة، يعني نحمل العسكر أو نحمل الدولة الحالية أي دماء، دماء الأبرياء، لكن أيضا ممارسات في ثانية تكفى. اللي قطوهم من السطح، هذيل الأهالي اللي قطوهم من السطح والله عشان يحذفوا لهم سخارة أو مش عارف يصعدون لهم ويتحذفوا من السطح، طلعوا فندوا وقالوا مو صحيح كان واحد، شفنا طلعوا التسجيل ويعني وضحوا. شفنا بس أبو أحمد أنت وياك شفنا، أنت مقتنع أن مفند صحيح؟ والله أنا مقتنع. شنو مقتنع؟ أنا شخصيا فيلمني أن 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 غير صحيح. قدامنا يقول لك التسجيل نفسه اصلا واضح. لكن انا اسالك يعني ابو احمد، عشان ننتقل لابو عبد اللطيف ابو عبد الوهاب، انت تكلمت في مقالك حسان فعليتش مصر وتطرقت الى احداث قتل الشيعة في مصر اللي هم ناس اسمهم واحد منهم نسيت اسمه شحاته، حسن شحاته، وختمت اخيرا هل تعي تلك الجماعات المتطرفه سماح الدين العظيم فترجع الى الحق وتتوب الى الله؟ ما دخل هذا بحكم مرسي يعني الآن المقالة فيها كلام يعني المقالة ما هي مضبوط يعني ما هي مطلوب من عندي هذا بس أنا أسألك عشان تستفسر. لا 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 ما يخالف، الحين أنا وأبو عبد الوهاب وأنت لا يمكن نبيح دم أي مسلم بغض النظر عنه في دولة، إذا أخطأ فيصل ولا أخطأ العميري هي اللي تحاسبه، أنا ما أقوم في محاسبته. هذا الأصل في ديننا الإسلامي. يا أخي إحنا إذا سافرنا دول أوروبا والغرب وأمريكا ونتعامل وفق مفهومهم ويحترموننا وعقيدتنا معانا ما نمست بغض النظر من المكون. إحنا مو أكثرية لما نروح لهم، لما نسافر برا كمسلمين مو أكثرية، بس مع هذا نصلي في المطار ما حد يعترضنا، عدل ندخل نعمل ممارساتنا الدينية ما حد يعترضنا، كل هذه لأن ما نسب دينهم ولا نستفز. لا أعوذ بالله، لا ضد هذا الفرق. أبو عبد الوهاب هذه التصرفات الفردية لا أيضا قلت لك في قانون، أنت تسبني في قانون، تسب ديني في قانون، أنا ما أخذ الدين الإسلامي ما مكنني كفرد أخذ حقي بيدي. حلو صحيح كلام صحيح. بس سؤال سريع عشان أنتقل لأبو عبد الوهاب، أبو أحمد ممكن تكتب مقال عن مقتل 4 في مصر بس مو ممكن تكتب مقال عن مقتل 4000 في رابع العدوية عادي؟ لا ليش لا؟ ما كتبت أنت عن ما كتبت عدوية. يعني أنا للأمانة يعني لا هذا المقال أنا كتبته بشكل عام يعني وما يمنع أني أتطرق في مقال قادم لأي مسلم في أطراف العالم كله يعني لا يعني لا حتى مصر قصد أبو أحمد لا حتى مصر يعني يبقى حتى لو كانوا ضد الحكومة أعوذ بالله نبرأ الله من لا قصدي أنا معلش هذا أنا مهتم لا ممكن يعني هل يستفز الإنسان مقتل مجموعة صغيرة من الأشخاص ولا يستفز لا يمكن الحدث مقتل محارق حصلت الناس يمكن الحدث وقتها الفكرة حق مصر وأكيد بكل تأكيد يمكن جت في سياق الحديث لكن إذا تفوت مغار ثاني لا كلام جميل. مساعدات شنو اعتراضك عليها أبو عبد الوهاب؟ يعني إحنا كمصر كدولة إحنا ملتزمة في مساعدة إخواننا العرب من خلقة الدنيا، هذا في الدستور عندنا، الكويت جزء من الأمة العربية، صندوق التنمية يساعد الدول العربية، شو المشكلة إذا تساعد الشعب المصري في عز أزمة الآن؟ يعني إذا أنتوا متوافقين ايديولوجيا مع المعارضة ما تبون الكويت تعطي احد تعطي يعني فلوس للشعب المصري؟ المساعدة تصير عقب الانقلاب بيوم، هذا المساعدة دعم الانقلاب مو بس الكويت كذا دول خليجية اعلنوا بيوم وبعده بيوم الكويت ساعدت حتى قبله حتى ايام مرسي بس ما كانت بهم المبلغ اصلا. انا اتحدى خلي طلع الحين وزير مالية اذا عنده مخصص في الميزانية بهذا المبلغ، ما عندهم، انا كنت مقرر الميزانيات ما في مخصص بهذا المبلغ، لكن قلت لك اغتالوا الاداة اغتالوا مجلس الامة، يطلع احد الوزراء يقول له هذا ما سبق دولة الكويت تبرعت بالعصار حق امريكا بوجودكم نص مليار بس سويته بس قانون اقر دولة عربية ودولة ماشي في النهاية مصر. في النهاية هذا صنع من قال احنا موافقين عليه وعسى امريكا هي بحاجة لنا مو بحاجة لنا ومع هذا سكت ومن قال احنا موافقين عليه ما كنت موجود انا في حزتها ابدا مو انت والشيء بس في النهاية شنو عرض وافق موافق الواحد تحمل مسؤوليته لكن هذا ما عرض هذا اول شيء لكن يطلع وزير يقول هذا يقول احنا الموافقه خالصين منها اختاروا المجلس انتهى قضيه المجلس انت انا قاعد عندك مشكله من الاداء اخوي محمد اخوي محمد 4 مليار هذا الوزير لما يقسم يقول انا ذود عن حريات الشعب وامواله هاي فلوس ترى الشعب الكويتي مو فلوس الحكومه لما يقول الشمالي الحكومه هي فوق كل شيء لما انت الحين ايش قاعد يسوون بالمواطنين
انا مع تحصيل الناس خلي تدفع كهرباء وماي. نفر الرجل، نفر الرجل التصريح. ما لا ما نفى، لا نفى ما نفى، بس حور فيه، حور فيه من حور فيه منو الشمالي حور فيه حور فيه. اي تصريح مال ان الحكومه هي يسمونه، وهذا ترى لا حسب علمي انه نفى، هو نفى بس علمي. هو الواقع للاسف. يعني اعطيك مثال، انت يعني احنا في دوله اذا احنا نحترم نفسنا وصادقين مع مبادئنا، الحين الدوله ايش قاعد تسوي الان؟ مثلا اللي ما يسد فاتوره الماي، فاتوره الماي ينقطع عن الماي الحين، صح لو مو صح؟ طيب زين، انا ولي امر عندي مشكله، لا قاعد العب الفلوس، زين ايش ذبي عيالي يقطع عنهم الماي؟ مثلا انت دوله كم فواتير الكهرباء؟ 200 مليون؟ طيب تدافع 4 مليار انت. زين خليك صادق مع نفسك، اذا انت جاد في موضوع الترشيد انا احترمك، لكن انك تقتر على المواطن ب 100 مليون هني وتفتح لي 4000 مليون على صوب ثاني على دعم انقلاب، كان زين دعم الشعب المصري، ادعم الشعب المصري، قاعد تدعم انقلاب شئت ام ابيت. احنا ما نقبل، احنا مواطنين كويتيين نقول من هذا المنبر، يعني احنا نبرا الى الله عز وجل، نبرا الى الله من 4 مليارات دفعت الحكومه اثامها برقابهم. زين سؤال ابو عبد الله، ونبرا الله عز وجل هذه استخدمت لدعم السيسي ودعم انقلابه ودعم جنوده ودعم زبانيته لقتل الابرياء. زين سؤال ابو عبد الله، لو كان يعني على شكل بعض الأربعة مليار جزء منها مشتقات بترولية كل الجيش يعني ما تروح ما تروح لا مشتقات بترولية مو فلوس، لا لو بعتبر للمواطن يعني انت فلوس. انت تعميم كأنه رايح ابو عبد الوهاب، لا رايح حكومة منو؟ حكومة بترولية، الحكومة بتصرف عليهم على شعبها بنهاية المطاف. ومن يقول الدليل الثاني انه الدليل ان هذه حكومة انقلاب اصلا انسر من اعترف فيها بالعالم، يعني اربع دول اعترفوا فيها حكومة انقلاب، ما اعترف فيها امس، ما اعترف الجزائر، ما اعترف فيها. بس ابو عبد الوهاب يعني سؤال، الجزائر صارت للامان دولة، الجزائر دولة عربية. ابو عبد الوهاب خلينا نتكلم بصراحة وبدون عن الـ يعني الكلام النظري، لو كانت هذه المليارات دفعت لمرسي هل كانت حدتكم ستكون بهذا الشكل؟ صراحة انا اقول لك هو في النهاية شوف ولا يعني عشان مرسي لا 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 انا اتكلم عن مبدا، انا اتكلم عن مبدا، انت تبتدعم انت دوله، دوله مؤسسات الميزانيه ممتاز، اذا نتكلم عن مبدا انا وياك نتفق ماشي 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 خلنا في ذيك، انا طبعا لما اكون ضد الانقلاب وضد تبعاته، انت داعم انقلاب هذا ضد انا حتى لو ب 100 مليون زين. الشيء الثاني لكن ضخامه المبلغ ايضا تخلي الواحد يوقف، انت بنايه تبتدعم يا اخي عندك ميزانيه وعندك مخصصات، مصر توها صارت فقيره، مصر صار لها 50 سنه فقيره، شعب مصر 50 سنه يئن، صح لو مو صح؟ توك الحين وعيت عقب الانقلاب بيوم وعيت انك تعطيهم 4 مليار، كان اعطيتهم منو؟ عط حسني بستضمن، ولكن ايضا هذا المبلغ عفوا هذا المبلغ تعرضه على الشعب الكويتي مؤسسته التشريعيه، واذا وافق لك تكسع لك بالف عافيه. طيب اوكي واضح، لكن سؤال ابو غيبة المجلس، ابو احمد تغير هالمبلغ الضخم. طيب سؤال، السؤال طبعا لك انا ابو احمد بخصوص المساعده، منطقيا يا ابو احمد مساعده بعد انقلاب بيومين بيوم واحد تتوقع انها للنظام ولا للشعب؟ أنا أكلم عقل كلام، أنا أتمنى أنها للشعب وأتمنى أنها تتمنى لكن أكلمك واقع، يعني خلنا نقول لما يدعم خلنا نقول السيسي حاليا بالأربع مليار من الكويت ومن السعودية ومن الإمارات ومن البحرين، ومن البحرين البحرين لقيتها ايش تضحك يعني مثل ما تفضل، يعني البحرين تعالج المفروض اقتصادياتها الداخلية، بس هي أعلنت عن أربع يعني مليارات، أربع مليار أعتقد، أربع مليار لا ما ظنيت رقم كبير عليه، هذا اللي أنا أعرف ما أدري. نرجع حق الكويت قضيتنا المهمة، أنا أتفق مع أبو عبد الوهاب أن حتى لو كان المبلغ بهذا الحجم او اكبر او اقل يعرض على مجلس الامه ويتم الموافقه عليه من عدمه، ثم ميزانية دكتور ما في مخصص، ما في مخصص ميزانية، لا لا يعني ممكن في جراءات لازم يطلب اضافه، يطلب اضافه ويعرض على مجلس الامه باجراء القانوني وياخذ مباركه الشعب الكويتي ويطلع لاي حكومه كانت، ما في مجلس لاي حكومه كانت. الحين ندخل في النوايا، انا ما ودي ادخل في النوايا لسبب واحد، اني اتمنى ان هذه اذا كانت دعم لعسكرة فقط لمرسي وفريق العسكر احنا ضده، لكن اذا كانت لدعم اقتصاديات وانتشال الشارع المصري من ما هو من ما يعاني، بالعكس لاي حكومه، لحكومه مرسي او لحكومه السيسي او لاي كان. لا بس ابو احمد انت يعني الجدل انه اليوم وباكر دعمناك، يعني هذا مو يوم، انا كلمك عن دعم اعطوهم نص مليار مقلب مليار قاعد يلعبوا بالفلوس، ما لا حسيب ولا رقيب. انت عندك التزامات عربيه، مو التزامات دكتور، هذا تحدى كل التزامات، لكن قلت لك الدوله فائض مالي
ومؤسسة الرقابية الشعبية تم اغتيالها، انتهت، هي مجرد ناس برواز يتكلمون بس. أنا يعني ما ودي أروح قضي الأمر، ما أبي أروح للصورة هذه، ما أنا أروح أقول يعني ما زال في لقاء مع أحد نواب المعارضة صديق، وكنا نطرح قضية عودة المعارضة للانتخابات من عدمها، وكان الكلام يدور على الدوائر يعني مختصر الحديث، فالحديث دار على أن المجلس الحالي يمثل الكويت شئنا أم أبينا، يعني إذا عرضت عليه بهذا بجيب الحكومة مو بجيب الحكومة، مو 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 دوري دور يعني أنا ما بي أقط اللوم بس والله أقول هذول بجيب الحكومة، إحنا الناخبين اللي طلعناهم مو بجيب الحكومة، الحكومة لو فكر إنه يتخذ دور ضد الحكومة راح يصير مصيره مصير مجالس، مو خلي إذا النظام خطأ زي سؤال إذا هي تتمارس دورك نرجع الموضوع أبو عبد الرحمن خطأ نرجع الموضوع نرجع الموضوع أنا بس كان لك تغريدة في 3 سبتمبر تقول الكويت في مصر تدعم النظام ضد الشعب وهو باطل صحيح، وفي سوريا تدعم الشعب ضد النظام وهذا حق. طيب هذا رأيك أنت، إيش أنت تعتقد أن رأيك هو الصح ورأي الحكومة هذه اللي تبحث عن مصالح دولتها وشعبها ووضعها في المنطقة أنه خطأ؟ هذا رأيك أنت، ترى أن رأيك هذا صحيح؟ طيب أنا رأي الحكومة غلط؟ طبعا طبعا، لأن كل شيء له يعني له شواهد. أنا لما أقول مصر هني نظام صح وهني شعب خطأ، النظام هناك بسوريا بسنتين ونص ذبحوا عشرات الألوف، يقصفهم طيارات يطيح عليهم بنيان أطفال وحريم وكل العالم. طيب موقف الحكومة مع قاعد أقول لك أنا، لذلك هني موقف الحكومة صار مع المظلوم، مصر صار مع الظالم. يا أخي خليك كله مع المظلوم، أنت إيش أكثر هني مع ظالم وهني مع مظلوم؟ هذا اللي إحنا قاعد نقوله، خل عندك مبدأ واحد، أنت ضد الانقلاب، ضد الخروج على الحاكم جزاك الله خير، لكن ضد الخروج بس بالكويت يا ابو عبد الوهاب، مصر مع الخروج هذه موازنات وحسب الدوله ماكم. لا لا انتو انا عندي مبدا ما عندي موازنات، لا لا ما يخالف الميكافيلي هذا ما اتكلم بالمكشوف وبالكويت عندي مبدا ومصر عندي مبدا الثورات العربيه وين صارت؟ خلينا نعدها، الدول العربيه اللي صارت فيها ثورات وين؟ في تونس اول دوله زين متفق الشعب والحكومه يعني على الاقل ما صار في خلاف، اليمن ومصر ليبيا وليبيا وسوريا والبحرين كأحداث صحيح. انت الحين تقول انا مع المظلوم، انا مع المظلوم قلبا وغالبا وايمان مطلق يشهد الله علي، اذا الشعب مظلوم نوقف معاه مهما كان مكونه ومذهبه وجنسه ودينه حل. انت توقف بالموقف هذا مع سوريا، شو اللي خرب سوريا؟ ثوره سوريا شو اللي خلى فيها تفكك حاليا؟ على الاقل احنا نتكلم على شعوب ما نتكلم على دول وقرارات دول، هو الدعم المسلح اللي ضر بالثورة السلمية الرائعة مالت سوريا، شعب مظلوم بكل تأكيد مظلوم، لكن احنا شفنا ممارسات على الشارع يعني طيارات دبابات ليبيا يعطونا كلاشينكوف، ليبيا ما شالت الغذافي ومساعدة الدول شالوا الآن شنو الاستقرار اللي عندهم؟ أمريكا والدول الأوروبية شالوا الدم أكثر من لأن الغذافي عنده نفط دكتور شالوا بشهر زين الشعب يعاني، سوريا ما فيها نفط شنو استفاد من الثورة؟ طيب يا رجل تدري العالم شو يقول حق سوريا الحين؟ يقول ذبحوا كثر ما تقدرون بس لا تذبحون بالكيماوي، اذبح لكم مليون سوري بالدبابة بس الكيماوي لا تذبح، تضحكون على من هذا. فلذلك انا اقصد انت كن مع المظلوم ولا تكون مع الظالم، انا مع المظلوم بس مع مطالبات هذا المبدا دكتور يعني تتحقق بشكل سلمي على كيفي. لا لا بتتحقق بشكل سلمي مع الشعب واقفين معاه، والشعوب العربيه تستحق ان الواحد يوقف معاها ويتعاطف معاها عانت من الظلم. كيف الشكل سلمي ابو احمد؟ خلنا نعطي مثال. الثورة اليابانية على سبيل المثال صمدت إلى أبعد الحدود، النظام يطق والمتظاهرين ترى بدون ردود، يعني صار الردود صار في من منو؟ اشتباكات من منو؟ حتى من المواطنين. لا لا اشتباكات من منو؟ صدقني أنا أعرف منك ماشي 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 من منو؟ تنظيم القاعدة؟ لا لا ها؟ ما لا شاء و... من الفصائل نفسها اللي كانت معرض فصائل انقلابات عسكرية حزب المؤتمر انقلابات عسكرية مو من المواطنين اللي قضبوا الميادين وقعدوا في الميادين سلمية، احنا نتكلم عن هذه المجموعة أوكي. هذه دعم المجاميع، هذا انا قلت لك ضد التدخلات العسكرية تسليح معارضة مش عارف ايش مع المساعدات الانسانية ومع التعاطف معاها، ومن حقي ومن حقك انك تقف معاها يكون لك رأي وجهة نظر ما هي حصر على احد، انت تتعاطف مع حكومه تشوفها صح مع شعب، انا مع الشعوب
مع إرادة الشعوب لكن بالسلمية. زين سؤال أبو إذا ظلم الحاكم فهو ظالم بالأصل. سؤال أبو أحمد، إذا كان يقذف على منزلك صاروخ سكوت هل ستنادي بالسلمية؟ شوف الجلد والتحمل تحمل صاروخ سكوت؟ ما عليه ما عليه ما عليه ما عليه، أنت تبعاتها الحين سوريا، تبعات المقاومة السورية، كنا نقول السورية أبناء البلد السوري الـ يعني إذا استثنينا جيش النصر، ها إذا خلينا البقايا الفصائل اللي موجودة الكثير يقول لها حق الدافع عن نفسها دام النظام ظالم، والنظام ما بنختلف ما نبي نمجد فيه ونقول خوش نظام ومش عارف ايش، السوريين ما طلعوا من ظواهر الا من معاناة. نعم لا شك، لكن الكلام تبعات هذه الحرب طاحنة منو دفع فاتورتها غير المواطن السوري؟ اكثر من 2,000,000 مهجر حاليا، عدل اطفال ناس انقلبت فيهم السبل، يعني كان مفروض ما ثاروا يعني لا لا قصدي رد الفعل اوجد غسوه او رد فعل مضاد بهذه الغسوه، يعني انا اعرف اخوان سوريين يقولون احنا مثالين والله لو ندري تبعاتها هالشكل ما ترنا. هذا طيب ابو عبد الوهاب، يعني فيه من القاعده السلفيه من تقول انظروا الى ما حصل في سوريا، نفس المثال اللي يطرحه ابو احمد، شوفوا الناس لو انهم قاعدين لو انهم كانوا يقدرون فعلا على الخروج عليه كان لهم حق، لكن الان يستجدون السلاح ومو لاقينه ويقتلون يذبحون، ليش انتم تدعمونهم وانتم ودتهم التهلكه؟ هذه وجهه نظر تطرح. ما دعينا احنا لان احد يخرج او كذا، لكن وان الامر وقع يختلف حكمه. ليش تدعمون تسليح يعني؟ هل انتم تدعمون تسليح؟ مو تدعم، هذا انسان اعزل قاعد، يعني انا استغرب الناس تو تعرف الاسد، انا الاسد هذا نظام مجرم من عشرات السنين ندري، بس ليش تدعمون تسليح؟ نظام طاقي مو هو قاعد يقتل الان بسلاح وغيره اعزل، فمن المنطق والعقل انه يا اخي يصير في تكافؤ، عطى هذا سلاح يدافع عن نفسه، هو عنده طياره، والعلم ترى نظام السد منتهي، اللي قاعد يقاتل الان نظام الايراني، نظام السد انتهى، لو بخلينهم كان الهمو المعارضه باسبوع قضي عليه، نظام ايران كلها حاطه ثقلها في سوريا وهي اللي مثبته النظام، ولا النظام هذا انتهى قضي امره. لا بس موجود في جيش سوري ما له قيمه الجيش، النظام الجيش الان والقوه والدعم كله من ايران، واللي وقف حتى الضربه الان التدخل الايراني والروسي كله، ولا هو هذا كنظام خلاص انتهى قضي امره. لذلك انت لما تقول انا ادعم طبيعي ادعم، ريال قاعد يقاتل بطياره لا خبره بعيد ودبابه واللي مقابل كاشكو لنفرض ان النظام طاح، لنفرض هذا اللي يعني اللي يتمنى خلينا نقول جزء كبير من الشعب السوري، وطاح النظام شو تتوقع يصير فيه؟ ما يحتاج يتوقع، ما يحتاج يتوقع. شنو؟ بليبيا طاح النظام، ما سوونا ليبيا طاح النظام، مجازر. ما صارت مجازر. إلى الآن مجازر. ليبيا إذا تفجيرات وتفخيخات هذه ممكن تصير، شو تسميها؟ ممكن تصير بوجود النظام. في العراق شو تسميها؟ في تونس أيضاً سقط النظام ما عادت مشكلة، مصر سقط النظام حسني ما صار مشكلة، إيش معنى إنه بتصير بسوريا؟ هو في النهاية هو شأنهم، خل هم أصحاب الشأن هم يحلوا مشكلتهم، إحنا ما نبي نفتت عليهم. زين لذلك لذلك أنا لكن في النهاية بما أن تدخلت قوة خارجية مو معقوله اخلي هذول عزل. طيب هذا السؤال هذا واجب ديني وواجب شرعي على الانسان. بنفس الاطار ابو احمد، يعني انا افهم من كلامك انك كنت ضد اسقاط نظام صدام حسين. لا اعوذ بالله. ليش هو نفس من ما لا صدام حسين غير، احنا نتكلم عن تبعات. ليش صارت مجازر بعد صدام حسين؟ فعلا صارت مجازر ولا زالت مجازر شغاله؟ تكفى من سواها؟ تفجيرات هذه صارت مجازر ولا ما صارت؟ صارت مجازر. من اللي قاعد يسويها؟ يعني سؤالنا منو قاعد يسويها غير التدخلات الخارجية اللي تلعب دور تفجيرات دول. يعني خلنا نتكلم بأسواق شعبية، من اللي يروح السوق الشعبي سوق حمام مرة تفجير؟ سوق الحمام يعني أبعد ناس عن السياسة، دولي سوق الحمام أبعد ناس عن السياسة وإلى آخره، ويروح يفجر فيهم ويطشرهم ومهمة انتحارية ومش أنا هذا خوفنا على سوريا، إن ما بعد صغور يفترض أن في حل دبلوماسي وفي فترة انتقالية، بغض النظر السوريين أنا ما بيحصر الحكم
او انه والله بس شخص واحد قادر على انه يدور سوريا ما شاء الله فوق ال 25 مليون فيها كفاءات فيها رجال وكفاءات يديرون كسؤال سريع يعني حساس نختم الحلقه من تويتر لا ما انا اشوف تويتر يلا زين هل تؤيد الضربه الامريكيه لسوريا اذا حصلت في الايام المقبله؟ السؤال هذا لكم صراحه يعني اخاف من التبعات علينا الكارثيه في المنطقه بس تؤيدها ولا ما تؤيدها؟ بما عندي تخوف. اوكي. ابو عبد الوهاب هل تؤيد الضربه؟ والله شوف اذا بيضربون النظام خلي يضربونه قلعته، بس من قال بيضربون النظام؟ خوفك انه باكر يضربون المعارضه اكثر من النظام. تأيد ولا ما تأيد؟ لا انا مو أيد. اذا كانت الضربه النظام أيدها. لكن ضربه عمية كذي ممكن يضربون فيها المعارضه اكثر من النظام؟ لا والله ما أيدها. اوكي. اصبح واضح. شكرا لكم اعزائي المشاهدين لمتابعتكم في هذه الحلقه، نشكر ضيوفنا على طول بالهم معانا الليله. ونلتقي معكم في حلقة جديدة في يوم الأربعاء المقبل مع برنامج 180 درجة. تمسوا على خير.